هذا البودكاست من إنتاج تاج دي بوينتير. تحذير: يتناول هذا البودكاست مواضيع حساسة تتعلق بالمجتمع والصحة النفسية، قد تحتوي بعض المناقشات على ألفاظ صادمة أو متطرفة التي قد لا تكون مناسبة لجميع المستمعين، خاصة الأشخاص الذين هم في حالة ضعف. نوصي بالحذر عند الاستماع. هذا البودكاست خيالي ولا يمت للواقع بصلة. Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد. عسلامة لطف. عسلامة. شنو هاي؟ الحمد لله. لاباس؟ تتفرج فيا ولا؟ نو. بالحق؟ نو، كاتيجوريك. مش فيك انت، ما نتفرجش في حد شيء. في حد شيء. داكوغ، مي علاش قبلت انك تعمل؟ بعد نعرف عندي ثقة فيك. شكرا. كاش دو كاليتي، نعرفك. عايشك. نعرفك تعرف الفنانين وتعرف الفن و تو ان تري بون ستركتور هكايا مونتال ومثقفة وماكش في سياسة معناها نتاع ماكش تعرف اش قاعدة تقول. سي امبورتون باسكو تعرف لي ميديا طون زون طون تجيني فيديو هكايا تأسق الخسارة سا سيتي اون بيريود داكورد وعملناها. تجيب فنان وتعمل به البوز وتوريه تصاور تاع فنانين حتى لين توصلوا يسبهم بعد تقولي مازالت هكاك معناها صباح مازالوا العباد تتعدى عليهم حكايه كيما هكا. اي ومسكين الفنان التونسي سي تخوف اوبليجي دو فيغ سا باسكو لا با دوتر مويان دو كومونيكي على خدمته. هو يجي باش يحكي على خدمته جينيرالمون يلقى روحه موش يحكي على خدمته، يحكي على فلان سب وسب والفلان هو باش يتشنج باش يقولوا له فلان قال فيك بس كسان لما سنسيبل هكا ويقارعو فما بخيسيون بتاع بيت تفرج فيه يزمو يجيوب يجيوب يجيبو له الفنان الاخر يجيوب ونغرناج و جنرالمون معناها تشوف فنانين تقول على الجابون ديجا بس كهنا جنرالمون تجي سور ان بلاتو بس كتشو ان بخدوي افوندر تو سمبلمون سي هاي تا ان بخدوي افوندر عندك مسرحية ولا فيلم ولا حكاية ولا كتاب خارج تجي تحكي علي خديك فنان يبدا عنده 8 سنين ما خدمش يشوفوا يقولوا له علاش ما خدمتش يا باش ما نبداو يسخفوا بيه العباد يا باش يقولوا فلان سبك قولوا له لي باسي مشيت على روحه معني باش دخل البلاد في 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 معركه زايده والمواطن يولي يظهر له هذيك علاقته بالفن سافوس لي زيدي سافوس لي زيدي على الفنانين يوليو يظهر له شليك فنانين شليك بالنسبه لي فن ان جامان دو 12 ans تحل في عيني على الدنيا بدا يفهم ياكوردو بدا يتفرج في الانترفيو داك واضح يتفرج في لي ميديا كلهم يجيبوا فنانين يعركوا فيهم يسبوا فيهم وهذا في سبيت شبشي خشني الفكره باش يخدع عليه اللي هذيك هي عايشته هذيك هو بيتو باش يولي يتعامل مع الفنان كي تونديس كو هنا لو مايون اللي ناقص ما بين لي ميديا والشعب هو كل لو ميديا اللي يجيك يفهمك سكو سي ان اوفر دا Est-ce que c'est un musicien? Est-ce que c'est un artiste? Comment parler? Comment discuter avec un artiste? Il faut que tu accepte la folie de l'artiste ou tout, qu'il est différent, qu'il parle différemment que les autres. Il faut que l'artiste soit quelque chose de bien. Ça y est, parce que tu es démystifié par les artistes bidon, par les médias bidon. Il est chimique. Il est anti-rohmtier. On est au bidon, le média n'est qu'un bad. Je vais te faire le mousse, je vais te faire le timat, tu vas faire la publicité. Oui. هذاك علاش فما دا فنانين يزون اكزيجي انهم يوليو يخلصوا على الاقل يقولوا كان تخلص ما تخلصش سا سونج ريان دي تو حكايه فارغه تخلص تخلص قدرك باش يتيح قول على الاقل قدر يتيح ما يخلص تخلص تي اكزيج انه كي تجيني ما تحكيليش على فلان وفلان وفلان وتحكي معايا على الفن نتاعي او موا 80% كيما عملت انا في ليميسيون نتاعي وقت قلبت الموازين باسكو شو ان ارتيست فديت منهم انا بدي يجيبوني يعملوا بيا البوز نروح نكسر في استوديو ونلعب ونهز باسكو شاركت فيها انت زاد شاركت فيها بيان سور باسكو جافي با لو شوا ومن بعد فهمت اللي هذيك غلط انا بدي جو مسيو راترابي وعملت ميسيون بوندون 4 او 5 ans نجيب الفنان نحترمه ولو فما فنانين في الدنيا من بتترموا صاحبي ما نحبوش مش ذوقك معناها مش ذوقي ولا بتتر حتى ايمينمون من صاحبي لك كي يجيني الاستوديو وقبلت هو انفيتي نحترمه نحترم الفن ونحترم جمهوره نحترم كاريره ونحترم التعب اللي وراء الخدمة بتاعه خاطر ما نحترموش ما نحترمش خدمتي ما نحترمش روحي فهمتني؟ وعملتها لميسيون وإلا أوبليجي دي ميديا باش يبدلوا عن سيغتان مومون
ما عادش ينجم يجيبوا فنان يكسروا له على راسه عظمه فرينه. انا خلطت وقت ديجا لي ميديا يكسروا على فنان اسامي فنانين كبار عظمه فرينه ويجيبوا له واحد زعمه مخبي هكا ولابس ماسك وبدلوا له صوته ويقول له اسمع فما واحده قالت فيك، ولا فنان يقول له اسمع انا بيك تخرج مع ليبي ولا مع واحد يعطي فلوس. كنت تمال شو مدخلك شو مكفاه سي لو شوبيز. Sinon, les artistes, ils ont créé leurs propres médias, les hommes sur les réseaux, où ils communiquent à la hajet m'tayhom. Comment tu communiques à Instagram? Parce que, أنا أول عركة مع الميديا متاعي وقت أنا مانيش ميديا، وقت أنا مازلت أرتيست خاطر أنا بعد قررت نولي ميديا. فهمت؟ على Instagram؟ لا، معناها وقتها ديجا في الإيميسيون قررت نولي أنا ميديا. وقبل ما نقرر نولي ميديا فهمت الميديا كي نمشي لهم نقول لهم ما عادش توما ميديا. ما عادش توما السلطة الرابعة. سي فيني تفكت في العالم الكل السلطة الرابعة تفكت باللي ريزو سوسيو توا السلطة الرابعة سي عن تليفون تو لاشيت تعمل انستغرام وتعمل درشنو وتعمل تهبط لي زابليكاسيون اللي تحب عليهم وتكومينيك ديريكتومون افيك تون بوبليك. لو بوبليك نا بلو بوزوان باش يسمع راديو باش يتفرج في التلفزة ولا يقرا جريدة باش يصير له خبر ينجم يطول يقول لك على السلامة يحكي معك ينجم يحكي معك ينجم يستناك تعمل انت ديريكت ينجم غدوة صباح تهبط فيديو. معناها اليوم راحت الميديا والميديا بسرتو متاع تونس شوفهم يهبط فنان يحكي حكاية ما يبازيو إلا ما تتعدى في الميديا في البتي ميديا متاع الريزو سوسيو سينو ما يسمع بها حد الميسيون متاعو شكون مازال يتفرج في التلمس سي دي باسي حتى هنا الانتيني سوفر طول الموند سوفر ولا هما ما نعرفش ما عندي حتى فكرة ملي خرجت من البلاد حتى داري ما نعرفش فيها قهوتي ما نعرفش فيها ريستورانت تاعي ما نعرفش محلولين ولا اون فو كومبليتمون جو سليت الفيشه اي شوي بارتي دون اون نوفيل افونتور كومبليتمون كامله هومان ارتستيك اي جو سي با بي فما فتره لطفي اللي الناس كل شافت انه فما شافت المشاكل اللي صارت اخر مره معناها لعبت فيها في تونس إذا كو الناس كل شافوك في فرنسا شفما لطفي إيه بارتي كل شنية الحاجة اللي خليت لطفي يبلاك كل شيء ويخلي عمري ما فسرتها ما لقيت الوقت خاطر أنا حبيت تنفسرهيل فم برشا ميديا كلموني عشو أنا شفو ليفا بور بليزيور ريزون خاطر السيتياسيون هذيك حبيت نخرج منها باش نقعد نعاود نحكي فيها انا عملت ان بيتي رافريشيسمون دو لا ميموار باش نبداو لعبيت فيه انا ديجا دوبوي 5 عام عندي قرار ديت نخفي بشويه بشويه اني اسال مون برودكتور وعائلتي بيان سور باش نمشي نسايي نبدا نعمل في كارير في انترناسيونال حبيت على اوفرتور نلعب دون زان موند فرانكوفون كيما ظافر خرج وكيما غيره كي تروحي سايي جي بلافوني في تونس اللي لازم كل نعمل وعملته اللي لازم كنا نعمله عملت وعملت اكثر منه ما عادش فما شيخه وفما كان باش نقعد بغيت اونيت باش نقعد بالنيفو هذاك اللي هو لو نيفو نتاعي مش بي حد لعبت رفيع نخدم ونعم في مسلسلات ونعم في ونعبي في كارتاج بالنسبه للعباد انا ناجح انا سي بديت ما عادش نحس في روحي نقدم بديت جو سونغ سي اون ريغريسيون سي اون ستاغناسيون بلوتو ستاغناسيون ال تامين فيغ لا ريغريسيون سي تو افونس با تو ريكول في الدنيا دي. فماش العالم تلمو قاعد يتقدم انت تقعد بايفون 14 تا با ريغريسي تا ستاغني من بعد تلقى روحك ناس عندها الفون 17 و 18 واللوجيسيال بيدا ماش تتعد tu comprends si tu progresses pas tu régresses c'est la loi du monde aujourd'hui surtout le monde contemporain d'aujourd'hui نعيشو فيه. دونك انا ليا 5 سنين نحب نطلع وكل مره نقول العام الجاي وهو صحاح مع التاسعه وجاني مسلسل هاو بخلد هاو درشنا وعرفت قول لي خلي عام الجاي من بعد وتصعب عليك صعب عليك ما مش كي تخرج وانت مقرر كيما تخرج ملزوز شويه معناها قررت ان قبلها قبل ما تصير المشكله هذيك قعدت شهر في فرنسا في كوميدي كلوب نخدم ومحضر روحي باش نطلع في اكتوبر صارت المشكله هذيك زادت القراري ولا تاكدت منه اكثر مش تاكدت منه كنت طالع في اكتوبر كريت وعملت كل شيء حاضر طلعت في سبتمبر داكور و قراري ولا بالنسبه للفازه هذيك اللي صارت بتسبيت خدير لعبت ممكن مش تعجبها ما عادش باش نرجع
كنت مقرر نمشي ونجي. كنت جو في مانستالي ان بو اون فرانس. هذا الفرق معناها. هذا الفرق انه كنت باش نمشي ونجي وتبدا جونتا جونتا من بتيت كارير هنا نبدا نخدم فيها. بعد باللي صار لي هذاك سي ان غالبول مش اول مره تصير لي. عارك مع البوليسيه ومع الداخليه العباد نساو. 2012 الداخليه يخرج الناطق الرسمي بتاع الداخليه في الراديو يتعدى يقول ما عادش نحمي ولد في العبد اللي خاطر يقول فينا يقول فينا. تخبل وبا. اي بيان سور. انت تخدم في موزايك وقت. 2012 بون مازلت 2012 انا سبعه تهديدات بالقتل نحوس ب 50 70 جارد كور نحكي مع قد الملاهي انا قلت له راني جي فيكو دي تروك ما نحبش نحكيهم في الراديو في التلفزه في فرنسا باش ما نوسخش سمعه بلادي قلت له 2012 مون فرير مو جو اي سيت وات فاتوا سور ما تيت اي جو مبالادي افيك اون سونتين دو جارد كور سونتين بخلاف البوليسيه اللي بعثتهم بعد الدخينه قال لي لازم الكذب دي زانيكدوت رد قال لي يز يا اخي سي اوكزاجيري قال لي ان غارد كور 2 ما عادش يحب يسمعني من بعد دورت له سي سي اكزاجيري نكذب عليه ونتعداو للغه لغه اخرى شكون يصدقها شكون يصدق اليوم اني البوليسيه هبطوا لي الارهاب يخرجني من داري كل يوم الداخليه باش يحميني من البوليسيه منهم فيهم برا فهمها الجاولي عايط له قول له بونجور جورناليست ولا عبد ستركتور نورمال ولا ولا ارلوندا تقول له مسيو موا يا 5 او 6 موا يا 1 ان لا بروجي اون بروتيكسيون دو مينيستير دو لانتيريور اي مون انفوي لانتي كريمانيليزم لانتي شيب لانتي تيروريزم انتي تيروريزم اسمعها بروتيجي بو بروتيجي du syndicat des flics de même et quand le monsieur est en train de faire un sketch ou quoi comment on va faire un l'absurde est ça mais je me suis qu'en fibledna عديت العام اثنين دريف ما شاف لي ما حسيت انا البربش راني مستير راه مش معناها انا فيتيما لكن انا نايفمون نمن انها ديمقراطيه ومن حقي كيما اليوم في فرنسا في اي بلاد في العالم تحترم راحه من حق الفنان انه يغلط ويعمل ديسكو ترانسغريسيون وما يعجبوش حزب معين وما يعجبوش بوليس وما يعجبوش منظومه معينه ماكسيموم المنظومات اللي هنا ما تتعلقش عليه ما تتسلطش عليه ما يسيطوش عليهم الديمقراطيه لو بونديتيزم نتاعهم انا غلط فما محكمه فما قانون فما معاملات اخرين انك ما تجينيش ما تحمينيش ما تنجمش ما تحمينيش متقدم بيا قضية تحط برسار تشكي تمشي لعرفك مش تتجاوزه فهمتني وانا اش عملت عملت سكيتش معناه اللي باعت الغبرة وباعت السلاح وباعوا كلاوي العباد وباعوا البلاد يصير كل يوم كم يحبوهما واللي يعمل في نكتة ويضحك في العباد ويفرد فيهم محمي بالارهاب هسا اختم او مو قلتك يزي جي بري انفي دو ريفيفر سا وانا ما نسكتش معناها كمش نعمل مش نعمل مش نركح الجو ستة اشهر اخرين في البلاد عام ومش نعاود دور دور وترجع مشكلة اخرى معناها شوف مع شكون المرهين فهمتني شكون كل عام تصير لي مشكلة وانتو ما تعرفوا كل عام او خرج الحزب هذا او خرج درشنا او خرجوا سلفيين او خرج درشنا يزي وين وصلت عكاية ديك ما نعرفش ما نوشت شو البرودكسيون بتاعي مقدمين قضية وفما الناس اللي ظلموني هذوكم قانونيا في الحبس على خاطر هما تجاوزوا في الحبس كانوا شكون في الحبس فما شكون تحكموا في الحبس اي في الحبس على خاطر مش خاطر تطملت في العتلي راهو ايه. على خاطر ما طبقش القانون نتاعو وتجاوز القانون نتاعو وتجاوز ديفينيتو وتجاوز عرفاته تعرفش شنو هي الموتيف انهم ما عندوش الحق ديجا هو اليوم كان قابل باش تعمل ديجا انت في عرض وكنقابي انت تستعمل انت توقف في مواطن شو مدخلك فيه انت خدمتك كنقابي امني تحمي الامن نتاعك تحملو دواه تحملو درا شنو تجيب له واحد عنده مشكله بتاع شهريه عنده مشكله مع غادي خدمتك انت خدمه نقابيه وشنو الاوردر اللي جاك من شكون جاك اوردر قال لك وقف مسرحيه لطفي العبد اللي ما فهميش دونك من تلقاء نفسه عصابة تخدم على روحها ما عجبهاش كلامي ولا بشوف بامور سياسيه والضغوطات من فلان والفلان جاءوا عملوا هكا قالوا خلنا نفلموا له عارفين يخيطحوا على الزرسة المسوسة بيان سور واللي قهرهم ما عملتش خلطة أنا
حتى كي غلطوا حبوا يدزوني للغلطة خمدام 5000 واحد ما عملتهاش الغلطة. على ليميت أنا كي نحكي حكيت مع مدير الداخلية والكادروات الكبار قلت لهم أنا منعتكم من كاتاستروف كبيرة ياسر. الجمهور هبط يحب تسخن حب يضرب في الفيديوهات حب يضرب البوليسية. قاعد تفهم شكون البوليسية ولا يسمت في الجمهور كي ما تفعلوش معاهم كي ولاو يعملوا لهم ديجاج ديجاج. خاطر فهموا العباد اللي أنا غادي كنضحك فيهم 5000 أنت تحب تحرم انت ما تعلقتش كان عليا تخلت على 5000 مواطن تحب تحرمهم شكونك انت تحرمهم مسرحيه عاملين جو يضحكوا باهي مواطنين حبوا يهبطوا يضربوا وقفتهم انا في المسرحيه قلت لهم ما نعملوش الغلط يستناو فيها ولا كان صيبت اربعه منهم وسخنت وبوليس سوز يضربوا تاع الدفاع تصير كاتاستروف موفمون دو فول معناها موفمون دو فول تصير كاتاستروف معناها في الاخر باش نتحملها انا المسؤوليه باش تجي في راسي صار مسرحيه مش يقولوا بوليس ما يخدمش على روحه ودرا شنو بورتو في وقتها فما بوليسيه تخدم على روحها راه هذوك ممكن الفرقه اللي هبطوا سبيسيال شي تعمل انت في مسرحيه بتاع فنانين نقابه وامن وسلاح تحت شنو ني خدمتك ما فما بوليسيه خلصوا من اللي يخلصوا من عندنا نحن باش يحميوا المسرحيه وفما كلمه ما عجبتك انا عام ونص نعم نقول فيه التكست هذاك علاش تو عام ونص نقول فيه التكست هذايا وموجود عند الرئيس وموجود عند الدنيا ماك تعرف الصبة والفيديوهات موجود في الداخلية لي عام ونص التكست متاعي هذاك علاش انتي الوقتها وقتها انا مقلق برشا حزاب وقتها لقيتوا اجابة لسؤال هذا في اجابة عندي خاطر في تونس شيء مخبل في بعضه والاجابة ولا ما توصلني لحد شيء انا اليوم معاش نحب نعيش انا اليوم نحب نكون حر انا هو فما فنانين ما يهموش حر ومش حر انا اخترت الفن باش نكون حر وباش نكون حر نعرف روحي مش باش نعجب فئات معينة فنان كي يحب يعجب الناس كل يخسر الناس كل ايه ما هوني مش ما عادش مش قلت اعجاب مش قلت انك وليت تخاف على الحرمه الجسديه نتاعك وتخاف على وصلت لها برشا مرات توا عندي صغار ايه عندي صغار كبروا صغاري وما عادش نحب مثلا لا وصل اللي يحميك هو بيدو يهدد فيك ما عادش فما عيشه في البلاد تو قبل كنت مو عشر كنتي مع بيض والبوليس يجي يحمي وصلت اللي يحميك يهددك وينجم هو بيدو يضر منظومة كاملة يعطي تصويرة خايبة على البوليس لأنه سيسير فما بوليسية شورة فيه ونظف مستئين من موضوعان وذكيين وقارين وثقفين يقول لك كيف فنان بيد ولا ما عجبكش ولا حتى كلام وجيرة يشنو تطلع سيرسين تضربه مش من صلاحياته تطلع سورسين تضرب محمد بنين البروديكتور بتاعه تطيح له فمه وتسقطه محمد تضرب محمد تضرب فمه مكسر وانا هنا برا نحيله عامل لقطة نحيله سنين عامل بتي تاباري مي طلع خطرة حبوا يضربوني انا حماني هو انا هربت في الكهرباء هو هربت في الكهرباء بتاع التخبيط في الكهرباء بتاع الماتريال وما قاعد يتبع في كهربتي انا كنت نجم انت تستغل الموقف ده وتسنح الدنيا ما عينيش انا باش نستغله مانيش في الاستغلال انا ليه معناها انت باش تحكي على ممارسات ما انت ماكش هي شنو نعمل نجي لفرنسا هنا ناخذ لجوء سياسي ونقول لهم بوليسيه ضربوني ما فماش ونوسخ بلادي ونروح لجوء انت مانيش لجوء انا مرتي ولادي فرنسيين ما نفسروا معناها ليه نعرف برشا قالوا عملها باش يدبروا الاقل توا اللي خليت لجوء سياسي وتوا ما خليت حتى شيء واقترحوها عليا اللي زابو قلت لهم علاش انا ديجا مرتي ولادي فرنسيين برا ذاك انا ارتيست فرانكوفون نيخل في زمتي عيب الاربع بالخمسة سنين ما عينيش تتو انا مرتي فرنساوية لي خمسة سنين وما عملتش ورقي فرنسيس العباد يسخلوني طامع ما نيش طامع انا نحب نكون حر انا تونس نحبها برشا مي من غدوة باش نرجع انا نخدم غادي نطلع سوسين غدوة انا نعبي سبعة مرات كارتاج وبنزرت وانتي تعرف مطلوب التو لليوم العباد تبعت لي مساجات خليت بلاستكم احلاك ورجع لنا حتى عمل عرض ايه شنية شنو باش نعمل بين ظروف شنو تنجم تقولوا اليوم ما تقولوش فما توا مرسوم 54 توا فما حاجه جديده تزادت في في الترسانه نتاع الهويه اللي نمشي نقول له معطيو لي ليستا شو نقولوش ما نقولش عندك حريه في فرنسا سعيد نقول له معلم باش نعمل حريه في فرنسا او في باتر نايف يفق دون سون كان بي او موند اي دو موند هكا كوان يا اون ليبرتي اوبس ابسولو les plus grosses démocraties du monde, les grandes démocraties du monde, il n'y a pas une liberté absolue. Il y a toujours quelques points moyens. Mais il n'y a pas de loi. 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 Il n'y a pas de loi.
البوليسية في المسرح ما فهميش مش كيما عنا في تونس في الشارع ما فهميش. انا توالي عامين هنا معناها خدمت مسارح الكل بتاع باريس وخدمت نمشي كل يوم ناخد تراو المترو نمشي نهبط ناخد تي جي في نطلع نلعب في مارسي نلعب في نيس نلعب في بلجيكا نلعب لا تعاملنا مع بوليسية ولا كلمنا بوليس ولا ريت بوليس في المسرح. نبعث ميل لأي مسرح يحط لنا الجيشي متاعنا نبيعو تسكرنا ونروح نلمسو تسكر في بينا بكل شيء بالميل وكل شيء بالانترنت ما فما حتى بوليس. دونك ادمينستراتيفمون اي فيزيوالمون ما فما حتى بوليس. وسو اسهل معناها الخدمه شنو اسهل ما فما حتى بوليس معناها لا فما لا في تونس باش تاخو عرض هو بيدو باش تاخو الرخصه نتاع العرض يستعبط المركز المنطقه وتخلص اي فما اندمنيتي زي خلصهم هذا يا قانوني بخلاف التساكر نتاعك الصحبه والرجله وصلي على النبي اعطينا كارني ولا زوز وبخلاف البوليس هو بيدو في الباب تاعو مع عرضه ياخذ راحته ياخذ يدخل اللي يحبه ويخرج اللي يحبه شفناهم برشا وبتذكرتك انت تنجم تجي وما تدخلش وباقي فوق هذاك الكل انت خايب خاطر مش يقول لك مسرحيه لطفي ما يعرفوش هو العرض اللي في الباب يقول لك انا مشيت قصيت تذكره مسرحيه لطفي وما دخلتش برفض بفسر لي والمشكلة تتكلم على البوليس كيك البوليس يتغش هو يعرف اللي هو كيك مش تغش علينا خلي يتغش اموره مش عمله مانيش هنا مش نرضي بوليس ولا مش نرضي غيره شوي لا بوغ دير دي فيغيتي جي بيي دي بري انورم جي بيي دي فاكتور انورم على خاطرني انا من الناس اللي لساني ما يتعوجش معناها مستوي اي دونك هنا مرتاح اكثر انا شنو اللي بي اللي فاكتور كنت بي بال تهديدات بالقتل الخوف تسبان يوسخوا لك عرضك يتكلموا عليك بالخايب انا اللي غالني في هذا الكل مش البوليس البوليس يحمي في روحه هو سيستيم موجود هكاك واللي تي اغريسيف بار لا فيريتي خاطر الفيريتي تتعوج هو يولي راه فيها المواطن ما عادش ينجم يقول فيها حتى شيء ولي ميديا خدمتهم تبزنيسة بيع وشرية معايا فهمني انا اللي غايرني فما فنانين هبطوا عفسوا فيا فنانين وقفت معاهم ماديا واخلاقيا ومعنويا ماديا عطيتو فما ناس شكون عطيتو من عندي وانا ما عنديش فلوس قسمتهم معاهم في بريود جيني تقول لي نوال برسمه قلت في راني لهني قل لك والله عندي توا 4 ملايين حطيتهم في البلاس باش نعيش بيهم شهرين هذوما خاطر بتتر كوفيد وما فماش خدمه مكاينه قل لك راه باش تعطيك منهم زوز ملايين هذاك اللي تعمل معاها كيكه وتعطيهم الفلوس ولادك اول واحد يعفس فيك معناها لا عاد فما ايتيك دو ميتي لا عاد فما ميتي تنجم تعملو مرتاح لا عاد فما فلوس لعباد تخلص معاهم تخلصش وانا بطبيعتي عندي طموح اني صايم بديت حتى ولو الامور كانت باهيه ماشي لكن قلت لك هذا يخليني نولي ما عادش نحب نعرف فهمت ولا ما توحشتش البلاد توحشت الدستور توحشت داري توحشت 4 من الناس معينين كهو كهو فما حاجات مرتاح منهم على الاخر وعندك في مخك وقتاش تنجم ترجع ولا اشك فون خم نرجع ترجع لك هذاك ce que j'ai vécu de tout c'est un traumatisme à chaque fois on dit je n'arrive pas à me retirer on va te dire non je n'arrive pas à me retirer ma mère a fait les nains derrière le masque avec ma police et avec fini aux roulis à qui avec un esprit touristique بدأت مازال قلبي ما سفاش وكهو نحكي بصراحة راهو مش معاش يلي قش قش هو دوت فاسون سي لو ديجيتال تحب تسب زاد خذ راحتك مانيش هكا تسب انا فما توا شكون ينجم يجي تراهت من بلادي ومجرت عليا ودرا شنو كلوخ وبلادي ونحميها ودرا شنو ويكذب اول فرصة تجي اول واحد يقطع شاي متغشش متغشش فهمتني انا هنا نعيش لا يعايرني حد لا يسبني حد لا يقولوا لي زوفري ولا هامل ولا مش هامل ولا فيلجير ولا كلام زايد ودرا شنو هنا ماكسيموم ما يمكنش نتذكر مواطن واعي لدرجه الوعي اللي لوجيك في مخه ماني عجبني تحبش قهوه ياخذ تاي
تجيش الريستوران تقول له مثلا عندك منخيه، تقول لك شنو عندك منخيه؟ عندي مخيبه المنخيه كي الخراف. بررت بيه مش ما بيناتنا تسكر، انا شوية معني انا ارتيست بريفي نخدم على روحي، بيناتنا تسكر ولا زابينغ؟ علاش مركز معايا انت تولي كيستيون دو في دو مور معايا واحد معني. البودكاست هذا يحكي على الصحه النفسيه، السانتي مونتال، لا سانتي مونتال كي تري امبورطانت. ونحب نسالك على لا سانتي مونتال نتاعك. فوالا لا سانتي مونتال نتاعي سي ريستوري ومول احلى برشا. سي كليير بور مو. رجع لي للتروماتيزم، نبداو بالتروماتيزم. التروماتيزم التروماتيزم هذاك ما حبش يخرج من مخي 5 ولا 6 شهور. داكور. بعد بالخدمه هنا وبلي بروجي ولا بروجيكسيون وليت را في الشيء اللي نعم فيه عنده بروجي. وفهمت روحي ايش قاعد نعمل في فرنسا وبديت جي اي لا شانس اوسي جي بوكو ترافاي من الاول تعذبت برشا من الاول قطعت مع انا جاي تعب من تونس فيزيكمون واحد با جيت دخلت في دي كوميدي كلوب عباره دخلت في نلعب بي اس جي ولا في شنو انا نيفو نتاعي تعب على الاخر او نيفو دي فرونسي او نيفو دي دو لا كارت دو جو او نيفو دي دي فان سا 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 تترادوي با سا سا تترادوي با تجمع شو تترادويني بالمل فرنسي للعربي ني من العربي للفرنسي. إذا تفهمهم وتفهم إذا عندك ليكون سيزم الفرنسي بتاعك تتحسن مش الفرنسي اللي نتكلمه بيه كل يوم. سي ان فرونسي بوكو بلو هكا بلو ريش اي بوكو بلو هكا ديالكت معناها ديالكت ميز اجور اي افيك دي بتي كود افيك دي شوز هما يقولوا دي بتي كود تو دونك تنجم تضحك فرنساوي كان حاجة هذوما ما تعرفهمش. دونك دخلت من الاول انا بدي نحكي فيها في مسرحيتي انا يفرجوا فيها سو سين بيتين دونك دو كو لي كوميدي كلوب مش في قدرو كانك انت بيان مش فيك وين كنت تلعب ليكيب ناسيونال ولا جي ما تعرفش تشوت كوره ما تعرفش تركح كوره ما تعرفش شو جي با ان بون كونترول وجعتك الفازه انك انت ستار في بلادك كي جيت لهنا معناها ما لا مش هذاك اللي هو وجعنيش ما جو فونكسيون با ستار جو فونكسيون ارتيست عندي ما نقول في روحي كي جيت هنا ما عنديش ما نقول في روحي خاطر كي كون تي بارل دو ستار كانك لو فات العباد ما يعقلونيش ولا ما يكلمونيش توجعني ما تقلقنيش هذيك على ليميت ممكن مرتاح منها شو عايش مرتاح لكن انا متسنس بيرفورمانس سنس روحي كي جوار مين يمشي ماركي وين يمشي زيداني يفيلو معناها لا ديفيرونس تعرف جوار كبير كي يدخل تحطو في فيلم مسلسل يفيل لا ديفيرونس تشوفو بالوقت تقول واه هنا من اللوم فماش هذيك ديبيتون تقول فريمون ميم با تغزر لي ميم با تلاه باهي معناها كان يقول لك هذاك طيار تقول له نو سافا شنو هو الطيار وبعد شوية بديت نفهم ما صيبتش ما صيبتش على خاطر نلقى روحي وحدي ولدي مش معايا عائلتي من الاول درت شنو تعذبت برشا ومش متسانس نعيش وحدي والدنيا دونك مونتالمون بسيكولوجيكمون توتي توت الي مال بعد شوية بشوية بديت وحدك خرجت منها وحدي وي ما يسمعونك حد في هذه ما يسمعونك حد بس يعني انا مي نو يا با دو سي يا با دامي يا ميتي ا ابروند يا فرونسي ا ابروند يا دي زيفور يا سوسيتي ا كونيت يا ان كولتور ا سي راتراپي ا اتر رابيد ا اتر اون ايبونج وعمل دي زيفور كولوسو باش تعلمت ان لابس دو طون دو معناها سي كي فو فير كوم تعلمت لي كود حسنت الفرنسي نتاعي سي تي بريمورديال اول حاجه سيتي لو بروميير اوبستاكل اللغه باسكو تي بروميير ليميت سي لا لانغ كيك ما يتعدى كان باللغه نتاعك وبعد فهم زيد خاطر نلقى روحي في لي كوميدي كلوب نلعب مع لي ميور ناس كنت نتفرجهم في التلفزيون نشوف في الانترنت نلقى روحي اون كومبيتيسيون معاهم بس ريسك اون كومبيتيسيون نتعداو فرد وقت نلعبو مع بعضنا هو يتعدى بعدك ولا قبلك وانت تجي والبليك يصفق عليك انت ويصفق عليه هو وتحس الديفيرونس لعب ليه بعد صحيح بعد لليوم نخدم 5-6 مرات كل يوم معناها ما فضلكش اش معناها تخدم 5-6 مرات بقى لي كوميدي كلوب مانتنون جو سوي اكسبتي دون تو لي كوميدي كلوب دو باري معناها اسكي ا ميراكل بالنسبه للانسان جاي لي عام نلعب في لي كوميدي كلوب معناها ليليت وتحطيت مع ليليت دي ستاند ابور اجوردي معناها باريزيان ورغم فارق العمر وكل شيء ما فماش عمر ما يهمهمش هما ما عندهمش مشكله يعني افيكاسيتي ما هو انت في مارشي معين فماشي في هنا افيكاسيتي لا يهمو فيك شكونك لا لونك لا بدنك لا عدشي سيغ سين موا تاني تفرج فيك ما يهموش في قصتك
قصدك كان انت سكي انتريسون تعرف تحكي على سوبسين دون مانيير ريغولوت اي مارونت وي هنا ليفيكاسيتي هنا يشوفك لو باترون دان كوميدي كلوب ولا نوتر ارتست ولا عبد اي فو بروغرامي دون ان فيستيفال يشوفك طلعت لعبك بالضحك ما يهموش فيك كيفاش عملت باش تحسنت بعد ديجا جي دو ميتي مني جاي فير بيان سور وبعد فهمت توت سويت ثلاثة شهور الاولانيين قعدت نثبت فهمت مشاكلي عرفت وين كل سون لي بوين اللي لازمني نخدم عليهم كل سون لي ايفور كو دو فير وقداش وقت اي بوتيتر ترافاي بوكو بلوس كو لي زوتر نخرج خمسة تاع الصباح راهو ما ساعتين تاع الليل خمسة تاع العشيه نخرج ما ساعتين تاع الليل بعد ساعات ما نلقاش حتى الوقت باش ناكل نعيش على بسكليت شوف بسكليت نخدم لليوم لغدوة فماش نهار ما نخدمش ناخذ شي لليوم ناخذ شي نهارين في الشهر نرتاح حاوز بولاتي نقعد معاهم مي لا بلا 4-5 كوميدي كلوب مون سبيكتاكل شاك سومين تورني ماتنون شو ان تورني اوسي في فرنسا ناسيونال شو Et donc ça me permet aussi d'être, même quand je suis en tournée, j'essaie de contacter les comédie clubs, pour eux, je deviens comme manière un des stand-upers parisiens, codés, qui, même s'il y a Frobé, ils t'accompagnent, tu vois, je viens des grands comédie clubs de Paris parce que Belize doit être la référence internationale du monde francophone, c'est passé à Paris. Et les filles Londres, francophone ou les مثلاً في كندا كيبيك سويسرا بلجيكا tu viens pas à Paris هكا tu es حتى pas validé اللعبة الكل هوني في وقت قصير تسمع انت وقت قصير par rapport le français انا بيدهم اللي عندي كوميدي كلوب des artistes قالوا لي on n'a jamais vu une évolution aussi fulgurante aussi rapide dans le monde de notre métier شافوا عبد من الاول il est incapable de parler ou نخرجش ضحكه ولا زوز وبعد شافوني جيت فيها الماشين معني كيما في كيما النيفو نتاع تونس فرانسيس ملي يدخلوا يخرجوا بيض ولا ما كان اللون رحي بابا 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 نتاع انت رحي وانت تسمى كاريت انا محمد اللي هو جاي يعيشوني البروديكتور تاعك باوي باسكو جيتي سون شروش سون شوفال دو 3 محمد في تونس معني تحب ولا تكره معني خوك الكبير جيتي توجور لا on a construit tout ça ensemble. Mohamed il fait partie de je suis sa famille artistique et sa vraie famille. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu vois. Donc lui il le sait, il le dit. En plus, Mohamed il a l'ambition avec le cannabis, il a dit qu'il est un producteur international. Là il commence à faire la production en France. Il a dit qu'il a dit qu'il a ناس معناها هو بيدو كيراهم قال لي قول لي كنت نحلم باش نقابل دي برودكسيون هذيك وفنانين هكاك ودرا شنو يكومونس ميم افيغ ترافاي لي فرانسيس ولا يخدم فيهم معناها يكومونس عمل لها ريسو دارتيست اي وي بيان سور باسكو كي تحل انت البيبان يصي وبلوس كي معناها كي تحطو على موضوع ولا كي نقول له هاكا الارتيست الفلاني ولا كي كلمني نوال المدنيني ولا شي با قد ملا ولا يكلمني مثلا رضوان بوغابا يعرفوه بوذينا يعرفوا كجي ان بروديكتور بروفيسيونيل وانا جو لو مي اون فالور ونعرف انك باش نبعثوا الكبارات هذو مش باش يحشم بيان سور باسكو لا ميك الى 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 اون فورماسيون هو ذكي جي عمل دي فورماسيون هنا زاد دي ستاج وخذ دي ديبلوم ودنيا معناها مش قاعد يتفرج ويستنى فيا انا معناها مش خاطر انت كريت عليه لا ما هو سي با انا سيستي هو سكي عجبني هذاك علاش انا ديما معاه عاد نعرفو خاطر يفا فيغ لو نيسيسيغ سون موا درت من غير ما نقتلو نلقى خذا عند بخومي ديبلوم دوزيام ديبلوم ودخل في دي كرونز اورغانيزم هنا وخدم معناها الراجل انورمون ايفونسي وحل البرودكسيون نتاعو هنا فهمتني بالنسبه للسبيكتاكل في حد ذاته لطفي جايو كالكو باكا كومنتير قريتهم انه كيفاش من دون المواضيع اللي تاع الدنيا الكل اخترت انك ديما كيما اي ستاند ابور في فرنسا لو سوجي فار سي لي روبو شد كيفاش احنا فتق العريبه تاع فرنسا يضحك عليهم العبيد ما عنديش نو خلو هذايا او نا با في مون سبيكتاكل ولا بهم برشا في الفرنسي ولا عنده خريه في راسه شي اوكين رمارك دو سو جون Je descends ni la riba ni n'entmanique à la riba ni hanchi. Les problématiques, les nerfs, les problématiques, les imagines qui sont arabes en France, même qui sont en France ou à l'arabie, le racisme, le grand remplacement,
le rapport entre la France et les religions mais même si je suis arabe مش pas que ça mais هكا فما le sujet هذا تاع je pense que القلبة هذيك اللي قلت non ma dit j'ai essayé d'éviter ça et même que aujourd'hui des grandes productions ou des artistes français ou des gens de très haut niveau qui une fois le spectacle de théâtre ça m'a embêté pour lui blacks tu ramènes quelque chose de très nouveau par rapport aux artistes arabes en France ou dès qu'un matloubi et pour lui il y a des artistes qui sont extraordinaires en France ils ont Ouais. Ils maîtrisent le français mieux que moi, la société, Rololi. Tu ramènes un point de vue très sain, Tayara Barsha fait niveau R, réflexion, intelligence, c'est ce que je veux. Impact sur le public. J'interroge beaucoup cette société par rapport. Et je peux interroger, j'aime ce style France, tu es le canal Francis. Si tu critiques, critique tout le monde. Je me critique moi, je m'autocritique, je me critique tant qu'arabe dans une société qui n'a pas les mêmes codes que moi. Et je critique une société que je vis aujourd'hui, je suis membre fait à فعال. معناها مانيش براني انا اليوم ما عادش براني انا نعيش هنا. Donc من حقي ننقد المجتمع اللي نعيش فيه. وحتى حد ما يجي يقول لك شبيك نقدنا بالعكس. Mais aucun moment je rabaisse. ولا je me rabaisse ou je rabaisse un arabe. بالعكس les rebeux de France parce que فما فرق un blédard ou un rebeu. Le blédard c'est nous. J'ai une le blédard. Un rebeu c'est un arabe qui est né ici qui est français mais d'origine arabe. بالعكس كي يفرجوا سبيكتاكل متاعي يقولوا لي سي انكرويابل tu nous donnes envie d'être rebeux tu nous donnes la fierté d'être un blédard comme toi tu redonnes les lettres de noblesse à la خاطر جيت كبلédard ماكش نتايا حراسك tu vois يقول لي tu te rabaisse pas بالعكس تجي تعطي في رايك على المجتمع اللي ظهر لي انا peut-être خير منك في راسي c'est ce que je dis au français يجي في الموضوع الكل ويجي بدات خشوي بلوز انتيليجون كو توا رمي توا ان كيستيون وينو اي فازي او انا لا ميم انتيليجونس اي لو بروبليم اي دون تا تيت اي با دون لو ميان باسكو موا جي لافونتاج دتر عرب دتر فرانكوفون دتر فرونسي دافوار توت سي كولتور اي توا تو ا ام بتيت كولتور اكا تو فوا سي كوم كون دون ان سبيكتاكل او جدي موا جو فولي ديكوفري لا كولتور فرونسيز بور ابراندر لي كود بور اميليوري مي سكيتش ترانشون Et du coup, je suis allé voir le Louvre, qui est un super beau musée, un des plus grands musées du monde. Je suis allé au Louvre pour découvrir la culture française. J'ai découvert l'Égypte. Putain, j'ai découvert ma culture africaine. On est né à l'axe, tu vois. C'est un pic. Bah, je fais. Bah, je fais. Parce que vraiment, les cercles, les cultures métiers, ou peut-être à la cesse culture l'axe. Je rabaisse jamais. Fitouns, j'ai jamais rabaissé l'axe. Je suis le premier ailier. كان وقبلي اللي قبلي الكل جاو ينزل على المنطقة اللي جا منها وقال لي وظلي ومنها ويحط تونسي باتي كوني انكولت هكا ولا هذاك اش كان جيت انا جي ترافاي سور لانتيليجونس جيت انا جي ترافاي سور لو فات كو تونسي اليوم ذكي ولا يشوف روحو فيا معناها البليد المقعار اللي عنده نوتر بوان دو فيو لابس مليح حتى شو ان سيتويان مودرن انا حطيت لو سيتويان مودرن دون لو ستاند اب تونيزيان دون لو تروك كلها كانت تحب بريكوت تحب باكا عمي وخالي وكل سونس اكسبسيون ميد ان تونيزيا كي جات عملت لقطة نوعية اللي هذا ما يحكي عليه حتى حد الكلهم سونس اكسبسيون نعطيك بالاسم قبل ما نجي انا جي اتيدي لافير لو بلو مودير كان يحط بريك ويعمل هكا كلهم من القديم للجديد الكلهم ونايا ويظلي ونايا كلهم واللي قلت فيهم واللي قلت في مامتو ما يسالش يضحك انا اليوم جيت وقتها ان 2009 بدلت الحكايه الكل كوستيم لبسه بو سامبا اون دونس اوني لا اي جا نخمو اسمها ميد ان تونيزيا نخمو علاش التونسي يعمل هكا وعلاش هكا وعلاش هكا وعلاش هكا سي دو لا ريفليكسيون دونك سا سوليسيت لانتيليجونس سا سوليسيت خاطر لي خمو يعني وين سا سوليسيت لو كوتي بيت كل فينا الكوتي بيت لو كوتي كون كل عندنا شبو لو سوليسيتي تبدا تلعب انت بيدك تلعب مع الصغار تقبطلو الكوز انا ليه ما لعبتش اللعبه هذيك لعبت لعبه بلوز انتيليجونت لعبه هذيك بلوز انتيليجونت تقلق اكثر زاد حتى تقول الحقيقه تو فاتيتي وي باش تمس بلايص لعبت ما تبهمش ما يتمسوش ايزون با لابيتي ايزون دون لو كونفور دو لا هاك ايزون دون لو لو ديني حاجه اون ميم تون زاد ما تبهمش دونك هنا كيف كيف ما جيتش بفكره اني طيح اكثر العرب سينو ما يدخلوليش ما يتفرجوش فيا جمهورك فرنساوي ولا عربي؟ مخلط جمهوري مخلط اوريزمون انا نحب مخلط انا ما حبيتش نعمل ان تروك كوميونيتير ما حبيتش نجي نخدم كان للعرب هكا هو
كي جيت خدمت في لي كوميدي كلوب السكتش اللي عندي كل خدمت مع الفرنسيس يضحكوا كنتي يضحكوا الفرنساوي سكي بوكو بلو ديفيسيل اصعب مثلا في عام في عوض تعمل مسرحيه في 3 شهور تقعد تعمل فيها في عام باسكو جو قعدت في لي كوميدي كلوب النصوص نتاعي كلهم التوا يتعدى على الكوميدي كلوب بوندون 2 3 4 سيمين 5 اللي فاليدي لا با ضحكوا عليه برشا نحسنوا نحسنوا حط في المسرحيه هو السيستم باش اللي يتفرجوا فينا يفهموا انك تقعد تجرب في في حاجات تكتبها الناس تابط ومن بعد تجرب وتقول بونجور aujourd'hui j'ai rencontré par exemple je sais pas j'ai vu je vais parler des prêtres j'ai constaté que les prêtres ils sont dans la nananana ضحكوا ما ضحكوا ضحكوا شويه تدخل هذه ناقصه هكا نزيدها هكا je vais remarquer je vais couper ici je vais tester là j'ajoute un petit mot là je crois que c'est pas assez fort là ça c'est bon tu vois والجمهور الفرنساوي بيدو tu récoltes بعد les critiques il y a pas de critique c'est la réaction la réaction elle est là le rire il y a pas de critique il y a des rires le rire valide le rire ne valide pas فهمتش d'accord كي ما تحكوش ما يضحكش عاودها مهما كان ولو ان انت يظهر لك اقوى سكتش عندنا باساج جي يقول لي سيجا جو dans un comedy club aujourd'hui ou ce soir je vais essayer un truc que j'ai écrit dans ma tête il est rigolo ça peut mourir tout de suite ولو انك مت نجم نعمل سكيت بيان سور تصير لك كل عباد بيتها فيك باسكو لو بروبو ني با كلير والا لي فان يسون با لا والا لو تكست لي مال كونستروي ولا لا ستركتور لي با لا يا تنحيه تخليه تو با تقول فما يا او دي بتي رير دي سورير دونك سي دون 2 3 سيمين شهر نجم نردو حاجه بارفوا يختم بالوقت قاد يهبط يعمل هكاك معنا في لي كوميدي كلوب كيقول قاد سي لا ريفيرونس بور لي تونيزيان يا با كو قاد الناس كلك يجرب كلهم يبداو عنده يلعبش قدام 10000 عنده سكيتش جديد يهب تلعبه في الكوميدي كلوب ما يحبش يجرب ديريكتومون قدام جمهور خاف على نفسه مش يخاف لا مش نبزه باسكو تي رامين كون تو هاد لا كاليتي يفو رامني 10 مينوت جدد ولا ساعه ولا واحد دو كاليتي يفو ميو خاطر سي توليري في الكوميدي كلوب انك اليوم تو بيد بيدي سا فيدير ماسك ما تخافش وعندك الحريه كيما قبل في تونس تشد هكا عبد من البابليك باوي مي موش لو في با علاش با موش موش لو في با على خاطر الناس كنت عم فيها في تونس لا الناس كنت عم فيها داكور سي با اون اكسبسيون هنا ولات الاكسبسيون كيما تشدش عبد وعندك تكست طياره اصعب حاجه التكست يا استعملوها فلته هذيك الفلته وسيرتو كيما تختفلوش داكور دورها يدور على البوبليك سي بوكو بلو فاسيل في غير تقول له انت شبي راسك كيكه ولا تا شوميز اللي كوم سا ولا تا تي زيت اون تي اوريجينير دو كيتو اي سا تو بيرمي بلو تري تون سكيتش انا نمشي ليسونسييل جي با دو تان ا بير جي دو ان ترافاي ارتستيك ا فير نعم فيه جي لا شانس الحمد لله يا ربي ربي عطاني موهبه عطاني زاد القوه ان سارتان اج اني نجم نعاود نفسخ من اول جديد ما يخوفنيش بالعكس فهمتني دونك aujourd'hui je travaille je bosse je suis très content artistiquement نجم اليوم نعيش حتى بالسميد معناها ناكل ونشرب وكاري لكن فرحان كو عندي قصر ومانيش فرحان جو كومبرون الفكره بتاعي هذايا تقصد في تونس ولا اي بلاد قلقنيش اي بلاد لا و je suis plus heureux c'est plus mon royaume عادش لو كونفور دار وكره بمذخمة أنا اليوم تعنيلي اليوم تعنيلي إني أنا إيباني أرتيستيكمون نحب أنجور كي نخلص رتريت ولا نكبر نغزر الكارياري قول أغزر شو عملت عملت كارياري في تونس عملت أفلام خديت جوائز عالمية عبيت كارتاج أكثر من 18 مرة عملت تخي بون باركور خدمت بنتيت كارير انترناسيونال سي انكرويابل اليوم نلعب في فرنسا مثلا يا دو سيمين سكو جي فيكو معناها انا برك عشت معناها اكسبسيونيل وليت نعيش روحي اكثر من العباد ان فوندردي مشيت لعبت في ليما لاستيتيو دو موند عرب قدام 500 عبد بالعربي سبيكتاكل تونسي ساعة ونص العباد بالو بالضحك كيما نقولوا الاكسبرسيون تاعنا ماتوا بالضحك لو نوم دو ما جو جو مون سبيكتاكل كومبلي اون فرونسي pour des francophones français ou arabe c'est pas le même spectacle ou met tout بالضحك que veut le peuple sommet تاع الشيخ عشان نحب اكثر من هكاك وهكا شكون يعملها ما فماش برشا مش برشا ينجم غدوه يسويتش يلعب سبيكتاكل بالفرنسي
je commence à être programmé partout dans le monde. Je joue en arabe, je joue en français. L'inouali, je dis le produit de ta tête, je ne sais pas. خلينا في البريمير باريود لاسموا دون سوي دونكور دون اون بيريود دي سي دون سبيكتاكل دو روداج يحضر سبيكتاكل تاعي فرونسي ويلانسي بالعربي ولانسي منهم باش بون با اتري باربيي باش ما نريحش الزربه تقتل المريض كما يقولوا وي والكارير هذيا معناها توا عمرها قد ايه عام عام ونص عام ونص عام ونص عام ونص وزمان هي تسمى بديت ولا ما زالت هي بديتها راولي 12 سنين بديت خاطر كي تفهمت مع البروديكتور نتاعي محمد بوذينا جو مغابيل يا 12 ans جيت نلعب في فرنسا لعبت في ان تياتر اسمه لو بالاس داكور انورم كاباسيتي حتى حد مغابيل حتى عربي ما لعب في لو بالاس باف كومبلي مره ثانيه لعبت في البالاس خسرت البرودكسيون نتاعي وقتها سيتي يعني البرودكسيون محمد وانيس وسامي منتصر كو جيم بوكو شفت محمد قلت له خويا ما عادش تحطني في البالاس حطني في لي بيتي ريزو دي بيتي تياتر باريزيان وين يلعبوا لي فرون لي فرونسي خاطر قبل انا التوانسه كانوا يلعبوا كان في لي تياتر كومينوتير دونك كي تلعب في ان تياتر كومينوتير هنا تجي تلعب لا يفرقوا بك فرانسيس لا تفيق بك الفناك ما تلعب للتوانسه ولا للديريه واحد وتروح ماكش محطوط في في السيستم الريزو نتاع ما تدخلش قلت له لازم ندخلوا في الريزو فرنساوي جي اون ا يو لا شانس قبلوا عربي يلعب بالعربي وبدينا نلعبوا في دي تياتر كلي في فرنسا معناها كي تحكيهم هنا لاي فرنسي يقول لك وا ولا ليز بروفيسيوناليزم بوندون 12 سنين ولات عندنا ريبوتاسيون تاع عبد يجي عنده بوبليك يعمل كومبلي لافيش نتاعي موجوده مكتوبه لطفي العبد اللي تو لي بروفيسيونيل دو فرانس ولا اصحابي يشوفوا فيا معناها محمد بوذينا مون بروديكتور تو يبعث ايميل يقول لهم حاجتي بلطفي العبد اللي ما يقولولوش بان اللغه باش يلعب يحطوك ديريكت ودخلت في الفناك ودخلت في الريزو الفرنساوي اللي 12 سنين حضرت التيران تاعي ومن بعد قعدت 5 سنين نتهدد وكل مره هاو صححت مسلسل هاو عملت بوليس هاو عملت فيلم هاو عملت رجنوة خلي 3 اشهر ما طلعتش بعد الامور هذه الكل بقد ربي حب انه يصير توحشينك برشا دو فاسون في تونس ونشوفك ساعات تحط حاجات مره حطيت توحشتوني ولا تفكروني ولا حاجه هكا باوي شوف راه الناس معناها ينيونس با دون لوغ تيت انتر كوا كوا انتر لو فيت لي انا منحب معاش نحب نلعب و انتر توحش جمهوري مش معاش نحب نلعب قدام الجمهور التونسي ما نعرفش كيفاش نلقاها مثلا انا كارتاج اخرى في فرنسا جو كارتاج ولا جو بنزرت ولا جو جيبس ولا جو مسرح البلدي جو سي با سي جوري لا شانس دو ريفيف سا لكن نحب كي نعيشهم نعيشهم بالضافه ونعيشهم لا انا نتعارك مع البوليس لا مع منظومه لا يعاركني لا نعاركو نحب نلعب حر كان هذا باش يتوفر انجور في تونس علاش ليه بالعكس تقعد تولي تمشي وتجي مش نمشي لازم نولي نجي معناها نرجع نعيش غادي نولي نجي لهنا مش مشكله كان هذايا مش باش يتوفر لي وباش نقعد في المشاكل علاش نعمل في المشاكل انا يزي معناها فهمتني العيشة هوني سافا الحمد لله يا ربي شوي سوبر بيان هنا لي كاشي ماشيين مع ال كاشي نتاعي سكنت مريت ولا مازال بعيد على بعضك انا اول كاشي خديته هنا يا انويمي دون ان كوميدي كلوب وزروها الاخر مي الكوميدي كلوب باش نقعد له افي ريكونيسون ريدوفاب على خاطر وقت حتى حد يحب يحلي بما نلعب كل يوم غادي نترينا اول كاشي نذكر برد ما كني ديك الكاسكروت خرجت اول كاشي دو دو اورو 50 دو اورو 50 باسكو الكوميدي كلوب تبي او كاشي تبي او شابو عاده هنا يحطوا عبيد في البيبليك يخرج يحط فلوس ثاني كاشي بدات تطلع الامور تحسنت على الاخر 4 اورو 50 مشيت زدت عليهم مشيت شريت فلافل اون فاس تي كومبخون بعد شوي بشوي قلقنيش بالعكس عشتها وجيعة وقلق عشتها لكن اون تخي بيل افونتور اجوردي جي ان اكزومبل ا دوني ا ميز انفون تنجم تعاود ديماري حياتك والقوة تنجم تعاود تلقاها وكي تطيح لازمك تعاود تقوم ومن بعد تطيح تنجم وزيد تو سور دو تون كونفور انا قلت المليح وجماعه ورضوان وتو لي زارتيست هنا كي يعرف حكايتي يقول لي مي سي مانيفيك كومون تو بو فير ليسي اون غروند كارير بو فينير جوي ايسي مي سي سي لو لوكس توتال قاعد جربها في امريكا ايه قاعد عليها في سبيكتاكل معناها سا بو كو تخامني دي كورد دو بلوس دون تون ارك
معناها ما تنجمش كان تتحسن، ما تنجمش كان تولي طايره، خاطر خدمت على من خاطر كي تجي في بلاصه ما عندكش شونت كونفور تاعك، تخدم على كيفاش تخدم كان على الضعف نتاعك. واذا خدمت على الضعف نتاعك سي ان بلوس راهو مش سي ان موان. وقتها كنت اون بلوس عايش وحدك انت ومحمد، معناها ليه مش عايش معايا محمد؟ لا با وقتها وحدك وحدك نسكن وحدي، عمري ما عايش معايا حد. ليه لا نعيش تقصد نقصد تعيش لا سيتواسيون مش اي اي لا سيتواسيون وي لا سيتواسيون. مي ابخي كي جيت لفرنسا من الاول جيت وحدي محمد تبعني من بعد خلطت عليا معناها صعيبة وحدي وحدي معناها جيت ما نعرف حد. بون الحقيقة قاد قال لي هيجا مرحبا بيك رضوان بوغرابا كلمني رضوان ونوال نوال المدني كي سون دي كونت ستار ايسي كلموني لو بروميير كوميدي كلوب اللي هو بانام اقوى ما فما بون كي مشيت لبانام فهمت قدري قلت له راني حالة حطني لابوغاتوار مع لي ديبيتون ديبيتون لا تخلص لها فما فلوس لحد شيء تلعب قدام ام تي بوبليك تكتب وتلعب وتجي تترينا ما عندك حتى قدر معناها دخلت روضة ولا دخلت فيلم ما نحب نحب ندخل في مخك ولا في هذاك اش نسوى ليه معناها انت كومون تو افيكو سا انا فهمت هذاك اش نسوى دونك تون اورغوي وش هكاك هذاك خليه في المطار ما تجيبوش معاك هذيك مشكلتنا العرب نجيو بان اورغوي وما نعرفوش بلاصتنا وين بارابور ا سارتان خذ بلاصتك وبعد ترجع لورغوي ورجع اللي تحب اما كلع بلاصتك بلاصتك مش بالكلام اهبط كور بركي يموت وقت جيت هنا فهمت ديريكتومون جي كومبري جي ريغاردي يلعبوا يلعبوا طلعت مرتين ثلاثه سوسان فهمت لي انا نو يا ريان انكور باش مش نمشي للعباد نبيع روحي على اساس انا قوي برشا وريني قول وغزر راني عندي نعبي في 10000 بيرسون و 12000 لعبه تقعد برا اي سون فو كاين ليكزامبل كاينك تو ان مليونير ملياردير كونت نتاعك قربا لكن في الكارت كريدي نتاعك عندك الحق 25 يورو بار جو تنجمش تمشي ريستورون تقول له اعطيني اعطيني هات هات يقول لك شنو قداش تنجم تخلص تقول له راه ما نخلصش اكثر من 25 يورو اما راني ملياردير يخرج يقول لك برا معناها بين تتصمم ساتك ما فهمت شيء سي لا و تي فا با افونسي كي تقبل انك انت صفر ولا تحت صفر سي لا و تي فا افونسي لعب ليه والناس اللي في الاوروب ولا حتى في تونس عملوا هكا الناس وصلوا لبعيد من بعد واللي حط روحه من الاول زعما خشين سي كاسي لا جول تي تكاس لا جول تدخل في كونفلي مع العباد باسكو يفون دير نو وانت بيتك ما تفهمش علاش تولي ماشي في بالك حاسدينك ولا غايرين منك خاطر مونك دو لوسيديتي مونك دو فهمتني شوية بهما معناها تسيب فيها قال شنو انا البرا مين مش فيك هنا قال بيدو كي مشى البرا يعيش في امريكا الى فيكو لا ميم شوز يعني يعرفوا حد يكلموا حد دخل في الكوميدي كلوب ما يسويش يلعب بالانجلي ما لقاش روحه سي لون كي ميتريز با تو سا بعد شوية بشوية اثنين ركبة وخدمة فما لي موفيز لونغ اللي حكينا عليهم قبيلة بارمي الحاجات اللي قالت انه لطفي مقاين عليه وبخلاف لي هارب قلناها قبيله مقاين عليه امور فلوس وماهوش قاعد يخلص ويلقاه وماهوش لاقي روحه في فرنسا انا ظهر لي سي لا ريبونس ديجا قالت ليه مقاين باهي سيبوزون مقاين عليه ومش لاقي روحه شنو المشكله ما جو لو في بيان شنو هي مشكلة انت تحب تتشمت فيها تشمت سي تو في دو بيان تفش في غليظك خاطر انا مثلا نعيش على باغيتي مي سير سي ان شوا انا اخترت انا اخترت خليت دار بالبيسين خليت دار بالبيسين وخليت الديار وخليت سويني وخليت كل شيء وخمسه في عيني في حسدني خاطر خدمت وخليت قهوه ريستورانت واخترت اني نعيش على باكيت ونتمرمد اختيار غدوه نرجع غدوه نرجع نرجع حد ما هو بلادي وانا حر فيها الناس بنرجع غدوه لتونس حل الباب داري ما شاء الله فهمتي شو اللي وعندي كرهب وعندي دنيا نقاب بذخ وكارت كور وكل شيء انا مختار اني اليوم نعمل كارير انترناسيونال نتعب عليه تنجمش تعمل حاجه انا نعيش في بليزير وفرحه وجواك تي با في تي با ايماجيني وانا ناكل في كاسكرو وانا مرمد هكاك اي سورتو كو انت ديجا ماكش مولود في القطن حياتك كلها وانت تبني وتتعب وباش فقر ومزير تحب الفقر انت تحب مش تحب الفقر مصير سي تون ديستان هاك اخترت جو كونيس كو سا فو دير ما عندك شيء ما تقلقنيش ما عندي شيء هو باش تعرف روحك وليت غني انسانيا بالحق راهو سي انكرويابل
ما نحبش نعطي زعما كنا صايح ونلعبها زعما ساج وساجيس كوميم جيت سمكون 3 ans بيانتو. اليوم كان توصل لخمسين سنة وتحس بروحك غني الحقيقي الغناء الحقيقي مش الفلوس. اللي غني بفلوسه فخير. اللي غني كان بفلوسه. انت الغناء شنو؟ غناء انك اليوم اي سيتياسيون تعيشها مرتاح. اليوم نشرب قهوة وناكل كاسكروت ونسكن في 3 متر كاري وبين فرحان سا بدير شوي تخي ريش. J'ai plus besoin de la richesse extérieure avec un dos de caraba اللي باش تعطيني قيمة وقد ما الكهرباء تطلع قيمتي تطلع وقد ما الكهرباء تهبط قيمتي تهبط. تفهم فيا ولا وقد ما عندي قيمتي ما تصور انا قيمتي فلوس في البنك هكا ونو انا كنت نحيلي هذاك الكل باقي محلاني وباقي غني وباقي مبني وباقي نطلع سور سين وباقي غيونو وباقي لعبات تحبني وتصفق عليا ويقولوا لي محلاكم جو دون دو لامور وما دون دو لامور وباه ما كانت اللغه هذاك الغناء الحقيقي نتاعي اللي ما تنجمش تفكوني ما يشمش يابك فيسك ما تنجمش تفك لي داري تنجم تفك لي داري تنجم تفك لي باسبوري تنجم تفك لي كل شيء لكن لو سكو جو فو ا لانتيريور وقناعتي اي ما ريشيس انتيريور تو بو با مون دون مون سافوار فير ما تنجمش تفكولي وذاك علاش انا اي بلاد نمشي لها باش نتعذب عام عامين وغدوة نعاود نطلع خاطر معبي جو فو كلكو شوز فهمتني ولا هذا اليوم كي توصل تربحوا معاش حتى سيتياسيون تقلق من واحد على عشرة قديش فرحان انت تو انا فرحان وكهو بعبخي انا فرحان لكن وين نحب نوصل من واحد حتى العشرة مازلت على ثلاثة فهمتني مازلت بعيد بارابور لوبجيكتيف نتاعي مي اللي حققته في ثنية بارابور على بونص فرحان به برشا انا اليوم نلعب الحمد لله كل جمعة مون سبيكتاكل في باريس ومرتين في الجمعة نمشي النيس ونمشي لدراشنوة من جدي بلاس ونلعب 5-7 مرات في النهار كي نبدأ في باريس في الكوميدي كلوب شنو نحلم بأكثر من هكا كمان رشت سفيك الحمد لله يا ربي جي ما فامي افيك موا ولادي فرحانين لو بوبليك اللي نطلع له يصفق عليا ويضحك كل يوم من دون دلامو اي جو دون دلا جوي ما تطمحش تولي يعقلوك في الشارع وتلقى تصفق معاك سي سي كمولي والله عشت هذيك وما ذبيا نو والله يزي منها والله يلا بتصورش قداش راهو سافو كلك شوز معناها سافو لا تعرف شنو هو طموحي هنا ونحكي فيها راه والله ما نحكي معك 101 راه كبتزل نو نو يكوت نحكي معك حكينا نحن توا عباره نحكي في الدار اي نصر انا اليوم عطيني المسرح بتاعي معبي شو جي لي تياتر باريزيان معبي جي ما بتي تورني انترناسيونال نلعب في لي كوميدي كلوب نعمل كل يوم في الفن بتاعي نتطور عندي باش ناكل نعيش ونشرب يزين يزين قديش مرتاح هكا فما حاجه تبدلت فيك اللي وليت مركز اكثر على روحك لطفي بويك قبل ما كانتش فيك السعاده الحقيقيه انسى اختها ما تحب تركز مع العباد تركز مع العباد واش خموا عليك العباد واش يحبوك وما يحبوكش شنو هو الفرصه اللي يعطيها لك كيش بدو بيك العباد تسوى انت فهمتني معني وتشو موري جبت بيك غدوة راه تقول كلمة ما يعجبكش ولا كان يعجبني كان ما يعجبنيش وبالعكس كنت نكره وليت نحبه معناها ما ببليك ما تبنيش عليه ويحلى في كحة ويحلى انك تحكي موضوع ما عجبوش بيرسونيل كارير بتاع فنان فمش كارير ببليك كان تبني عليها 100% يجبت بيك وقت اللي يحبه غدوة تولي ماست غدوة تمشي يجبت بيك معاش يقص اللي بتسكر ناس بيقول لك نحب وراء وشيخنا معاه عام 80 وعام 90 وعام 80 وشوفنا دي اكزامبل في تونس انت تحل كارتاجا هنا وتلقى سبعه تساكر باعولك ليش بديك وقت اللي يحبوا من حقه مش ملكك وماكش ملكه ما بيناتنا بضاعه قاعده تتبيع هذاك اللي يحبه هو ايمان مو ينجم تبريسي خاطر اذا تحب امك وخاطر قلت نحب بلادي وعملت مثلت عليه مثلا وقريت الوطن ودفعت عليه نشكون بالحق زاد خاطر نشكون بالحق لكن اليوم اللي هو حقه يجبد بيه قلت نحب تطلع انت في انترفيو تغلط تقول كلمه ما تعجبوش هو وانت في هذيك الكل تجبد بيه غدوه تكون محلاك مثلا انت هما يقروا قيس عايد انت تحب قيس عايد اللي يقروا قيس عايد كل من يقروك يجبدوا بيك في فيا ولا تجبد انت مثلا الغنوشي تولي تحب انت الغنوشي فئه اللي تحب الغنوشي الكل تولي تجيك تحبك واللي تكره الغنوشي الكل تكرهك فهمتني دونك
تنجمش تبني على الجمهور وتبني على الاحساس وتبني على لو سونتيمون دو لتر اللي هو لوتر سي كلكو شوز دي باربي كلكو شوز دو فيرتوييل ها نرجعوا لك انت تبني على روحك اليوم ان سارتان مومون سي قلت لك لا فري ريشيس تو اللي تبني على روحك تو اللي انت تو اي اوتو ساتيسفي با انا اليوم ناكل في سلطه وشويه خبز وزيت زيتون انا فرحان شي يهمك فيا انت فاش ناكل واللي حقو ياكل العلوش انا ما نحبش ناكل العلوش كل وقت العلوش انا اليوم خلطت العمر اني ساتيسفي كي نلعب في امتي تياتر تكون ساتيسفي كي نلعب في امتي تياتر تكون ساتيسفي كي درشنو واللي باش نعملو يكون دو كاليتي يلي هذاك مغصب وحجره في صباتك وانت تلعب في الكوب دي موند باش بخير نلعب في الحومه في سبيدري مرتاح كي نلعب في الكوب دي موند وحجره في صباتي هذا توصل له ان سارتان مومون avec l'âge avec la sagesse فما حاجاتش بعد بيهم عملتهم معناها جيو سي با غراف عملتهم ونجم نعملهم وقت نحب كيما شنو كيما قلت لك كيما تحوس في كهرباء مثلا كيما مثلا تهبط ويصفقوا عليك 30,000 كيما هذا جمهور جديد وافونتور اخرى وبلاد اخرى بو فير دي بروف زاد اقول كيما وليد ستار في مانيش حاطط على روحي ضغط اكثر من اللازم كان جاو والسينون اللي انا فيه صفا نزيد نك عليه شويه طوميو سهل باش نزيد عليه شويه هذاك ما نعرفش باش نخلط له ولا انا شويه باش عامل اوبجيكتيف لا مش هذاك الاوبجيكتيف نتاعي وانا في تونس ديجا ما كانش الاوبجيكتيف نتاعي هذاك ملي انا صغير باش نجي عم كوندونسور على روحي ما كنتش نحب نولي ممثلا هذاك علاش قعدت نجلطم وقعدت شنو خاطر الاوبجيكتيف نتاعي اللي مش في لم الجمهور بالعكس انا اكثر واحد يهرب في الجمهور ها قلت هذه ودرا شنو تخشوا عليا دوما ودرا شنو بالعكس انا اكثر واحد يهرب في الجمهور والجمهور يعرفك يجيك انا لوبجيكتيف جو كونتينيو ترافاي دو لا ميم مانيير جو فو فير مون ار واللي يحب يجي يتفرج فيه مرحبا بيه سهل ياسر دو بلوس اون بلوس واضحه في مخي مو جو ديس كو جو دي جو في مون ار لازم يكون في المستوى لازم يكون في مستوى عالمي باسكو اليوم انا في العالم الكل موجود واللي من بعد يعجبو يعجبوش ماهيش بالسيف نجمش تعجب الناس الكل جاوني يتفرجوا فيا 50,000 طوميو بوغ ما جاو 10,000 ولا 3,000 فرحانين الحمد لله يا ربي هكاك مرتاح في مخك هكاك يا با دو كونس ديسيبسيون هذه الراحه اللي توفرها لك الحريه باوي والقانعه انا اليوم كيما قلت لك نجم نعيش بامتي سالير اللي يخليني ناكل ونشرب ونخلص كرايه ولادي يقراوا واحد ما عادش تحب اكثر من هكاك كهو كان جاو فلوس اكثر مرحبا بهم اجا تنعملوا بهم جو نصرفهم لعاد نحب نشري ديار لعاد نحب نشري كهرباء انا ما نحبش كهرباء عيب ساعه يا ولد زيد دور بسكليت ديجا دور بسكليت وعندي تروتينيت وفرحان بهم على الاخر وكي نعدي مثلا نمشي بعد ساعات نخرج من باريس نمشي نعدي 3 4 ايام اون تورني نرجع قداش توحش بسكليتي وقداش توحش جوي ودنيتي وقداش زاد مرتاح نحوس يوقفونيش 3 4 من الناس في النهار كهو صافا سالوش نحوالك توحشناك باك جا المسرح اون افي تون سبيكتاكل طون زون طون فام فرنساوي يعقلني يقول لي جي مي سكو تو في صافا والتوانسه اللي هنا محلاهم كيفاش عليك التوانسه اللي هنا محلاهم يعاونوا رجلي يوقفك يقول لك كلمه باهيه ودرا شنو حتى التوانسه اللي في تونس يبعثوا لي ميساجات وينك وراو من غيرك انت ما عادش درا شنو هذيك وما عادش فما شكون باش يتكلم ما عادش فما شكون يتقبح كيفك وكي جو هذاك الكل ودرا شنو سامتوش ما تحبش هكا تتكلم في ساعات في مواضيع معينه ولا كل ما عادش يخصوني شنو هي بلادك تو نعرف بلادي مي انا معركتي وناسك ومجتمعك ما عادش تخصني اليوم انا نجيب باش نسب مثلا شكون باش نرجع نسب احزاب ما عادش فما احزاب نجم شكون فما سمي لي فما احزاب شكون باش يتسب اليوم لكن هو بينهم في الاخرى باش تراهم في الحبس سب قيس ما عادش فيهم انا قيس شنو يعمل شكون انا بيدي اليوم باش نحكي على قيس يا باش نشكره باش نسبه ما عادش فاهم انا وين هو بالضبط اش قاعد يعمل شتو جور والله نحكي سيريوزمون ما عادش نعرف شنو هو الموقف اللي ناخذه من قيس ما عادش كيما قبل معناها موقفك مش موقف الموقف اللي قبل واضح كان انه انا اليوم بلاد في حاله وقتها ما بين قيس ونبيل القروي اخترت قيس اخترت مواطن نظيف شريف يحب تونس نبيل القروي نحبه كشخص وصديق اعلامي ما عنديش فيه الثقه كسياسي هذا واضح حتى قيس كي كلمني وقال لي شكرا اشكرك من اعماق الاعماق ولا رئيس
قلت له لا اريد منك جزاء ولا شكر. كان عندهم عكس هذا يقولوا لي كان انا نكذب يخرجوا رئاسه يقولوا له في العبد اللي يكذب تفهم فيا ولا ولا طلبت منهم فلوس ولا طلبت تمييزات ولا طلبت وكملت قعدت ننقد فيه قيس اخر نهار في المسرحيه متاعي تفهم فيا ولا واللي على الفيديو موجوده ننقد فيه في نقد ثلاثه على الاخر خاطر كل حاجه في بلاصتها انت حشتنا بيك رئيس لكن انا اليوم يلزمني ننقدك شنو مع شكونك ما تتنقدش انت شنو لازم يتصلح في تونس ما نعرفش ما عادش نعرف فما في تونس انا قلت البارحين اللي خليك وصلتني فيديو العباد شد الصف ما زالت شادين الصف على السكر والملح ما نعرفش بلاد تصلحت ولا زادت في هاوي انا كل جمعه يعرضني يعرضني ام دافير ويعرضني فنان هارب وقال لي سيي قطعت ما عادش نعرف الناس اللي يحط فيهم في قيس في الحبس يلزمهم يتحطوا ما يلزمهمش يتحطوا جي با لي دوسي اسك عبير تستحق تمشي الحبس ولا مانيش عارف ما نتشمتش في عبير ولو ما نحبهاش نكرهها نكرهها كسياسية مش كامراه الناس بتات رانجور كامراه نتقابلوا نقول يا والله ما احلاها ويتقول ايمان مولود في ما احلاها سيسير تكرهني ونكرهها وذاك المطلوب منها ما نحبش ان ناس كيما عبير يحبوني ما نحبش الغنوشي يحبني ما نحبش رجل سياسي يحبني اصل كان يوسف رجل سياسي يحبني معناها فما خلل في العمل متاعي فما نوع من التحيل مغلف مخبي تفهم فيا ولا هذاك علاش انا قيس وصلت معاه حاجه خاطر حميد حميد روح حميد تونس بحسب رأي تي ان فما ناس قاعده اليوم بالنسبه ليهم انا ساقط على خاطرني يقولوا لي انت اليوم عاون ديكتاتور باش ديكتاتور عليه هو كتب قال انا ديكتاتور باش نعمل ديكتاتوريه وانا عاونته وقتها لا ما هما تو فما احكام على الممارسات اللي قاعده تصير وخاصه صحيح لا انا اليوم الكبيره سوبوزون قيس ولا ديكتاتور انا وقتها في بالي به مشروع ديكتاتور والملايين اللي اليوم صوتنا له حتى تغشينا فيهم مش بل سابقا تغشيت فيه انا كي تغشيت فيه نجم تحمل مسؤوليتي نقول يا تغشيت فيه يا بالعكس هو طلع في المستوى من حقي يعني حق اي واحد باش يعبر لكن انا مش هو مثلا في بالي به مشروع ديكتاتور وقلت طيب يلزمني نحط في تونس ديكتاتور تفهم فيا ولا لي جون سي مالسان سي مالسان انا اليوم وقتها في البريود هذيك مقتنع بقيس اليوم ما عادش نعرف لاني مقتنع لاني مش مقتنع ما نعرفش البلاد وين ماشيه بيه اصلا تو ني با تري شكون يعرف اليوم شكون يعرف شكون اللي ينجم ناديك فما ناس نعرفها من ضعف نحبهم وصحابي في الحبس أم دافير في الحبس يعمل أم دافير في الحبس اليوم فما أم دافير لسرقه لخطفه خطره جوست صاحب غنوشي ولا خطر عنده علاقات مع النهضة فتق ناس كل ما بعضها جو كومبرون سيدي ديماج كلها تيرو يسميه في السياسة تفوا مي اليوم عاش نعرف نوع الموقف ناخذه أنا في البلاد أنا اليوم كي نشوف فنانين معاش ينجموا يتكلموا زيادة معاش نعرف الموقف ناخذه مع قيس ما ناخذوش أنا اليوم غدوة نهبط بالمرسوم هذايا الموجود سي سور انا من با نجمو انا خلات المطار يجبدوا لي فيديو قديمه ما نعرفش كان عنده مفعول رجعي ولا لا ما ها فما ناس جبدوا لهم جبدوا لهم فيديوهات قدم ودخلوا الحبس زيد لهاني مرسوم 54 هايثم باكي مرسوم 54 مريم الدباخ مريم الدباخ مرسوم 54 هايثم خايب قلت له ما نخدمش مش مش قلت له راني موجود مع المسلو قلت له راني باللي نجم موجود تفهم فيا ولا معناها مانيش كلي بخل على بلادي وعلى حرية التعبير وعلى الصحافة باللي نجم نعاون لكن انا بيدي اليوم مرسومة بايا قيس عايت بيدك انت مش مساعدك خاطر انت تخرج ديكتاتور بالمنصور ما بيك باشا كلام تقال انه هو وهني الكلام اللي قاعد يتقال على قيس عايت من واحد يقول لي كيس كي دوفيان فوتر بريزيدون جو كخوا كو سافير فيغ لا ديكتاتور انا نقول لهم لا سي ترو تو بور لو دير فهمتني فما البوادر قيس يا يحب يمشي في ثنية هذيك سي دونز ان اون او دو اون فا لو سافوار يا يحب يصلح انا حاس او فون يحب يصلح مي سي بار مال ادريس مش عارف كيفاش فهمتني منع في روحه توا حتى العداء نتاعو الكل اللي مرمدوه نهضة وغيرهم وغيرهم مرمدوه قيس حقروه هو في القصر حطوه على اساس انه طرطور بلاوه في القصر وذاك اش قالوا عليه وهما تلموا هكا وطي عملنا عمله ودار شنو ودار شنو قلت لهم فما حتى ناس منهم قلت لهم قلت له راهو غلطك اللي رجل سيبتوه غاديك
ونسيتو كيما شمشون الجبار تعرفها سانسون يغالي لا نساوه في القصر سيدنا شمشون تعرفوها قلنا حكاية سيدنا شمشون تكوني كوني با ليستوار لا لا سيدنا سانسون تسمع بيه شمشون هو قوته كان نبي ولا رسول لكن كانت عنده قوة جبارة كما إركول لكن لي روما حاروا فيه كل ما يمشي لهم في طاقهم بعض يبعثوا له جيش يبعثوا له درشنو سين خيستوا لكن المرأة اللي يحبها عاشت مع مرته تعرف السر متاعه قتل له مرأة والسر متاعه كتقصت له شعره شعره إذا كان عرفتها هو ريقت قدرته قصت له شعره شدوه حطوه في الحبس رماوه في الليجيون بتاع الحبس بتاع القصر ونساوه حتى اللي شعره طويل عاود مش رجعالهم طيح علي اسمع علي ولا ادائي طيح القصر وماتوا الناس كل ما بعض مرته بالملك بالدنيا الكل هذا قش عملوا له قيس هو قهروه من الاول وسيبوه في القصر وحقروه وتعمل لي عمله ومسيبين هما يلعبوا سي دي بتيت مافيا وسي فو با اوبلي ايزون كري قيس سعيد تاع اليوم ما هيش حاجة باهية معناها مع اللي صار مع التحوير نتاع الدستور ومع المراسيم اللي خرجوا باوي باوي هذاك علاش قلت لك هذا اليوم الانتونسيون نتاعو مش عارف عليها باهية ولا خايبة يعني ما نحكموش على النوايا نحكمو على الأفعال الحاجة على الحاجات اللي صارت أفعال وميم تو فما ناس عندهم دوسيات ما تحطوش هكاك أيوا زاد فما ناس عندهم دوسيات فارغة فوالا هذاك فما ناس عندهم دوسيات فارغة هذا هو اللي يخليني أنا وميم تو ما نعرفش الدوسيات الفارغه ما نعرفهمش مانيش مطلع عليهم ما نجمش نجيك فلان نقول لك الدفاع تكلمت ايه فوالا هذا اللي يخلي فيما بهدر اليوم يخليني ايه. انا مسكر فمي اي دو دو جو تو جور سي بلو ما باتاي ما عادش متاخر روحي ايوا على الاقل جرى ربي يفرج عليهم الناس كل ساعه وعلى الاقل عاين لهم جلسات وخلي ايه. تبدا المحاكمه على الاقل عادش ندخل روحي خاطر انا باش ندخل روحي شوي راديكال انا شوي راديكال تو راهي فورت بيان سور انا ليه باش نجي معاه خاطر فما نقول ليه هنا 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 وفهمت اللعبه يا باش نجي ضد 100% وعاد فيها رجعه معناها فهمت اي سي ديسيزيون كو جي با انكور بري كان جيت في تونس بتيت راني خذيتها ولا راني قاعد نحضر لها باش ناخذها هنا توا والله مش مفهوم ما عادش يهم مش متغشش علاش علاش كاسكو سافا شونجي Mais quand même, l'application, tu fais ta part en tant qu'artiste. Qu'est-ce que ça va changer, Lyon ? Allez, tu fais ta part. Le colibri. C'est ta part. وما نظلمش انا مانيش نعيش باش فيها من العبل الداخل على انت زيدا سهله زيدا باش نجي من هنا نعيش في فرنسا ولا نتنسب اسهل منها ما فهمي تفهم فيا ولا اي كان يعيطوا لك ميديا تاع فرنسا ويبدا في عيطوا لي برشا ميديا اي اي ويجدوا لك على تونس الكل كيفاش باش تجيب دفع على بلادي ما باش نجي باش تكذب لا مش باش نكذب لكن باش نلقى طريقه نحكي بها اني من غير ما نوم باش يقول لي ديكتاتوريه كلهم نوم وكي تبدا فما كل العلامات تاع العلامات كلهم موجوده مي فوزيت با لانتيريور بور سافوار سكي سباس سكي سباس با سي ترو تور بو دي بتيت فما علامات يقولوا هذا كونسير ما لكن موش مريض بالكونسير 100% مش باش يموت ولي جور تولي فما علامات ديكتاتوريه باش تقول ديكتاتوريه بيان سور يا اخي باش نكذب باش تسمي حاجه اخرى لا ما اسمها ديكتاتوريه باش تولي ديكتاتوريه واضحه هكا كيما كانت مع زين العابدين وغيره الدنيا ديكتاتوريه ما فيهاش لعب اما سهله اليوم باش انا نخرج اليوم يا قيس راني برا شنو بعد ما تحبش سهله ياسر نوع من الجبن والا ماكسيموم تقول له قيس براس صمك راني انا وناس كيفي انا والاف كيفي في تونس معناها دفعنا عليك واليوم حطيناك وراك ونتي لا بروميير فورس باش عطات كريديبيليتي الناس معينين كانوا ما يعرفوكش وما يحبوكش وخايفين منك اترافير نو بتيتر ايزون اوزي فوتي بور توا ما تخليناش في موقف هكا لا مع التوانسه بيتا وما تظلمش عباد وما تظلمناش في العالم لان عندنا ايماج تونس عندها ايماج اليوم فهمتني معناها هذا اللي بتيتر نحب نقوله له لكن نحب نقوله له بوعي نحب نقوله له بذكاء نحب نقوله له في وقته
تبدا انفورمي في وقته في المكان والزمان المناسب في وقتها مش توا بتاو مش باش يسمعني خاطر توا سي ترو تو سي سي بريماتوري و بعد ما تخدمي لا مش بتخدم فما تشوف فما وقت شتوجور فما وقت مومون اوبورتان جو سون كو سي با لو مومون وكاو ما نجمش نعطيك فما وقت اي شعملنا توا في الجمهور اللي يحب يراك باش توحشين بعضنا ان شاء الله نشوف بتات 2006 نجي نعمل عروض 2026 لي معناها ما في شيء تروح تقول شاني روحت وهذا علاش قلت لك خلصيه افونتير وخرجت منها معني باش كون باش نقول له اني روحت باش تتمد في اللي قالوا مانيش فيهم باش تزيد تسكت قالوا ما نجمش نقول له مانيش فيهم خلي يقول له سبيع ساشونج غاكوا اللي باش يقول عليا هارب باش يقول عليا راجل ولا مش راجل باش يقول عليا فقير ولا غني ساشونج غاكوا اما سيتياسيون مو اما بونور اللي قاعد نعيش فيه خيان ما عادش يمسك حتى شيء من سي نورمال شو اني ما يمسني ما عادش نركز مازلت تجاوب نجاوب باش نفرش قلبي بعد ساعات في عابد مثلا لقى واحد قال لي مخي بك وما ذلك وما نحبكش مثلا كيما اليوم قلت له واش تعمل كي رخيص على الكونت نتاعي وصعب لك فريمون وصعب لك ليه طون سون طون تنفيسه صغيره هكا باش ما ترشقش كوم ميم تيان نتخي ما اما والله بعد ساعات تقول علاش ناخذ الجمله واحده ايه والانستغرام تاعي نغزلو شوي اوبليجي باسكو قاعد نتعامل توا جو كومونس افوار 150,000 فرونسي سور مي ريزو سوسيو يتبعوا فيا كعرب وكعرب فرانسيس وكفرانسيس يتبعوا فيا يحبوا يعرفوا وين نمشي وين نلعب ولا شنو سي سي انسترومون دو ترافاي على الفيسبوك هذاك علاش جو بوبلي ونتبع مي حتى 80% 90% مي لي بوبليكاسيون تاعي بالفرنسي وانا مش فاهمين نقول علاش فرنسي معيش في فرنسا عندي بوبليك فرانكوفون بوبليك فرنسي نعمل بيه مزيد بقي تلاحقك انتقادات على الـ على الاكسون وعلى ال الاكسون واللي أول القوة فيش الانتقادات من الاكسون قاعدة تجيني من تونس في تونس اي من تونس هو بيدو واحد منهم مرة قال لي افيك ان اكسون قال لي تون اكسون سي فريمون دو لا ميرد قال لي فوز افي ان اكسون دو ميرد سي هونتو سي هونتو هونتو قلت له انت مش اكسون عندك انت عندك دودان انت مندرك اكسون ديجا اي ما سي ان كومبلكس دو كولونيزي فرنساوي ما يقولكش عندك اكسون فرنساوي كي يغزل لي سور سين يلعب يقول لي تون اكسون يفو لو غاردي يفو جامي لو بير سي تا فورس ça fait partie du personnage يقول لي putain si je parlais aussi bien une deuxième langue que toi يقول لي سي فاسينون كيفاش انت تمهش لوخت تتكلم بها وتلعب سور سين التونسي الكومبلكسي مش الكل عنده لو كومبلكس تاع الفرنسيس ومن الحشومه الفرنسيس نتاعك حش برك كما يقام يقول حش الفرنسيس نتاعك اكسكسون دو بليدار مش نو وانا مانيش شنو لي فرنسا مانيش شنو لي فرنسا طموحاتي ومش هذاك جوي انا شوي بيان لو فرونسي سي جوست ان انسترومون سي ان اوتي دو ترافاي لو بالنسبه لي انا مانيش في حد ذاتها بري بلوس جو لو ميتريز لو ميتريز با باش يقولوا يعرف يحكي فرونسي ولا جو لو ميتريز بو يكون بوكو بلو كرياتيف اتر بون دون مون دون 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 في كلامي وفي لي زاكت نتاعي ناوي على الجنسيه ولا ايه جنسية غدوة أنا خذها وقت نحب ما فهمتنيش نسأل فيك أنا ولا تو ولا قطعتها مي جو سوي أوبليجي دو لو فير أوبليجي دو لو فير على خاطرني نعيش هنا وسي فما حاجات تولي مربوطة بالجنسية داكور أرتاح لي تو نعيش هنا ثلاثة ستر ستة ونروح سافا الفيزا تقضي كارت سيجور تقضي لكن أنا كيفاش نعيش أبي هنا بتيتر ونولي نمشي ونجي فكي تبدا عندك الجنسية عندك باسبور الأحمر غدوة ما نستناش باش ناخذ فيزا لأمريكا ولا لكندا عيطوا لي نيويورك باش نلعب بالفرنسيه قلت لهم ما نجمش نجي على خاطر بروسيدور وما عايش باش نعملها ونقعد نستنى وتر شنو فهمتني طونديس كولاتي وعائلتي غدوا يمشي هذا عندك برشا نعرف ولادي وعائلتي غدوا يزوا باسبوراتهم الفرنسيسي يتعدى يخو الطياره ويطبعوا لي في ورقه في المسار بتاع امريكا ويخلص 100 دولار ويتعدى تعرف انت شنو صار القاعده لطفي هذا نزيد وهاي قليلة وأنا بحاك أنا بقول معناها أنا حقني خبيتها لي 10 سنين الجنسية ما خبيت لي برشا
Et là, déjà, j'ai la phobie de la bureaucratie. نكره الوراق والبيروقراسي تون فعاد وين الفاتوره ما نخلصها الا ما تجيني اختي ولا ودري شنو معاش عنده ميمو هنا سيد سكره تو يعني نكملوا في الكاميرا هذيا امكانيات اللي عندنا هذيا خل لا سبع سبع امريكا هي امين الشنوفي بوف خاز باش نحيا رابارتي هذيا شنوفي احنا انت تحطي هذا الكل بعض ولا تمام اي هذه ما مالتي شويه انا وهذا يكون زي موجود تحب شلون تحب تقول خلينا كل شيء ما عندي بقول ما عندي لنقول نحب لا تصلح نحب زعما نعطي نصيحه هذا لا ما عندك متى بطبيعتك انت عطيت برشا ليكزامبل في برشا حاجات ميرسي بوكو دوك على دافوار اكسبتي لانفيتاسيون ديجا اي جيت جيست اي فور سافوار كون مشيت ما حطيتش فيلتر حكيت كيما كانك اون يا با دو كاميرا وحكينا طون كوربوت اللي عندي معناها فمش فيلتر كلي باش يخلي العباد زاد ما تتجرحش من الكلاميه نعم فماش علاش فما يقول لك واش كسخر واش بيحكي قبول عليك وتونس مش تحقق لك لي تونس مش تحقق لي ولا حد شيء حد ما مستحق لها فهمتني وسي دي شوا سي دي شوا بيرسونيل وسيد الخنق صفر سيد الخنق كي تخسرت عليه في مك مشي للمدينة مشي للمدينة سيد الخنق اللي انا ما نجيش حتى تفشى قدامه قدام الصحابه بتاعه قدام اي مسلم صار هذه نقول هذا كود سيد الخنق ربي قالوا صفر ذقت بيك صفر ولا ما لقيتش قدرك في بلاصه امشي تبقى في بلاصه وفين هاد لان غون بروبليم لو دوات دو سيركولاسيون اللي عامل هانديكاب كبير بالنسبه للبشر الناس ما ينجموش يتحركوا بالمعايير اللي هما يحبوا جي لا شانس دو بوفوار لو فير خدمت عليه زاد حضرت التيران تاعي اوسي aussi mais tout est possible là toute la bête hein, quand, manier, à 53 ans à 52 ans j'ai 51 ans j'ai معندي جيت كيتي دوك سبيكتاكل تاع 50 ans ايه عندي شيء هنا ما نعرف حد ما نحكيش مليح فرنسي ما عنديش برشا فلوس فهمتني تلفت وانا تلفت ربما الناس عاونوني باش كريت من الاول الدنيا باش علي خاطر الفلوس اللي عندي في تونس خليتهم لعائلتي باش يعيشوا بهم ولادي ومرتي جيت هنا فما شكون وقف معايا خدمت خمس في الكرايه نقدر شنو ما كلتي ناكل مره في النهار وسمت باش ما نصرفوش كيفاش يعني فهمتني دونك تو تي بوسيبل ايماجين 50 ans وبديت الحمد لله نطلع على بونت تو تي بوسيبل في اي بلاد في العالم سا ديبون من المجهود اللي تحطو انت وكيفاش تمن بروحك ما تخليش العباد دوما يملوا بي كي يبدا انا قلت لك لا فالور ني با شي لي جون شي توا تقاها عند روحك وي هذه هي الاسبيراسيون اللي لوجو عليه اي العبد العبد بارفوا لي با جينيرو بارفوا هو بيدو عنده دي زونغواس بارفوا هو بيدو واحد يحب يراك واحد كيفو برشا انا دوب ما طلعت لفرنسا الناس كل واش باش يعمل هذايا وهذايا مش بلادها وهذايا باش عمل لهم الغشه نتاعنا ما تمشيش واش خير روحه ما يلقاش روحه مع قيد المنيع ما يلقاش روحه فرنسيس يحكي معاه وبهيم ما يعرفش يحكي فرنسي كل شيء كان نسمعهم قسما العظيم تروح كان تلمهم ببعضهم بولي هانديكابي مونتال اصلا ايه ايه وشكون وتفد ليك نتاعنا هذا مش تفد ليك نتاعنا كل فرنسيس بودور واللي طلع به وفرنسيس هذوما عذكيين ومش قاري كله عملهم وجودي انا عندي وذن داخليه بتاعي نسمع في روحي نسمع في طموحات اليسي ما مكاسي لا كول اموري خليني نتعلم نقدم نفهم انا حر اختياراتي بس ما كاسي لا كول كانك انت خرجت مع عبد يقول لك لا مش هذاك اللي لازمك تخرج معاه علاش ما عرس بالمرأة هذيك فهمتني نصحوا فيك تعمل مش نصحوا فيه يحولك في المورال حتى اللي ينصح فيك ديريكتو مو يخرج لك في لا نفهم نساء هو إنه مسكين ما يشعر ما غير ما يشعر سي سا فريستراسيون ولا ما مستك بالفرنسي سي با برودوي بور توا قالك ان كونفيدونس لا في شبيل اللي ضحكني بالفرنسي اكثر من العربي برشا قالوا هي والله بالحق إيه على خاطر انت بوتيت اما بالفرنسي اكثر با طوميو ما نعرفش عليه انا فرحان برشا يقولوا هادي وانا اليوم من اليوم الحمد لله وصلت بديت نوصل للنيفو اللي نضحك برشا بالفرنسي وانا في مسرحيتي بالتونسي نضحك برشا انا كي تحسبها تكنيكمون اكثر واحد يضحك بالمسرحيات على خاطر كيفاش تحسب بها حتى هنا راهو برشا يقول لك شبيه سكيل بريتونسيون يقول انا نضحك برشا مش نضحك برشا خذ اي مسرحيه حطهم بعد بعض الستاتستيك خذ الكرونومتر حطه بجنب وقيد Le nombre d'applaudissements et le nombre de rires. Applaudissements, le nombre de rires. Ou le nombre de petits rires.
انت غلطت راهو كي حطيته قدامي. عندك فنان يلعب والاخر يلعب، حطهم بوندون 10 مينوت ان كاردور وتحسب وتحسب مش مره ضحك البوز قد تمر، بس قد تمر الابلوز. الابلوز اقوى حاجه في الضحك، يضحك ويصفق عليك وفما فما فما هنا تتحسب كيك. هنا تكنيكمون اون لوك تشاي 4 ابلوز بوندون 5 مينوت تشاي دي غير هنا تتحسب تكنيك. وانا اللي خدمت بها التكنيك هذايا من الاول في تونس، وكي كنت نحب نقارن روحي بالفنانين تونس ما نقارنش بروحي اكبر منه ولا اذكى منه. نسبة البوبليك نتاعي البوبليك نتاعي نوبو دو رياكسيون نوبو دو رياكسيون نوبو دو غير سي تكنيك، لان ما فيهاش ما فيهاش رؤيه نفسيه بيرسونيل ذاتيه. لا انا نحكيو تكنيك اليوم قد شنو بركا من بونت وجوال والله ما خاطر انا كنت نسافر برشا نعرفها ونخدم مع كنت نخدم على الاخر فهمتني، نخدم مع اون ديابازون مع الاوروب. هاتي كان نقارن في روحي وانا في تونس نلعب ونقارن في روحي مثلا نمبر دورير عند كاد ونمبر دورير عند شكون نمبر دورير عند امريكاني. قلت يسمي نوصل لذاك دونك تولي ما عادش تتكلم، ما عادش تاثر، تولي تخدم على ليفيكاسيتي. كلمه ليفيكاسيتي عمري ما سمعتها عند هيموريست تونسي يحكي بها. قل لك عندي سكتش جو فيه باش نتحرك برشا قاعد برشا في نقد ليتهم ياك يتعلم مني حاجه صحاني. علاش علاش ليه يتعلم مني شويه بالسرقه يشوفوا كيف فيديوهاتي ويدري شنو، ومن بعد يجيو المسرحيات يتفرجوا ومن بعد يعملوا روحهم ما يعرفونيش. يا اخي من بعد من بعد كلهم مش ولاو يلبسوا في كوستيم اكحل ويعملوا فيها فيش ودري شنو، وحطوا واحد وعملوا ستاند اب يعرفوا ستاند اب هما ليه اللي بفتر ميسالش كي تبدا انت ما اعطيني كل لوكوموتي مش لازم ما يعطينيش حتى هو ما تسبنيش كي تاخذ من عندي بالسرقه tu t'inspires je suis ta première source d'inspiration هو ما تسبنيش حاجتيش بالريكونيسونس تاعك ولا ما تعمل لي شيء كي نجي تو ميو سافي بليزير. ما جيتش لجول جينيراسيون الكل اللي من بعدي الكل من عند شكون خذاك حطوا منشفه في قروسهم حطوا ديكور. انا نحيت ديكور جي سوبريمي لو ديكور يا بلو ديكور يا ميكروك كلهم كانوا يحطوا كراسي ويحطوا درشنو ويحطوا واحد ويحطوا وراه ويحطوا درشنو نحيت وذاك الكل اني جاو بعد الكل ان ديريكتومون ديريكتومون سام تاسبيري دو اي سي نورمال كيما فما جينيراسيون سي تاسبيري دو لا مينا دي وفيرو كيما فما جينيراسيون ني سي تاسبيري دو قد مانا انا كي تحكي معاهم الكل يقول لك راه نوتخ بروميير انسبيراسيون سي قد مانا فهمت ولا وي هما يقولوها سون كومبلكس وي في تونس قولوا زعما قبيح ساعة أولا أنت كفنان ما تنجمش تحكم عليا بالأخلاقيات، الفن لا يقاس بالأخلاق. شفتوا مواطن أي حتى مواطن لا لا مثال شو إيدوكي مثال مواطن مواطن نجم يقول لك أنا ومرتي ولادي تقلقت من حقه واضح. فنان مش تكنيكمون يحكم عليك بالاخلاقيات احسبوا راهو مش فاهم اللعبه جمع هي حتى المواطنين احسبوا فنان بودور مادام مقصص لك بالذمة فهمتي ولا فنان يجي يحكم على فنان اخر بالاخلاقيات نجم انا جادير بارو نجم اخلاقيا انا اللي عم فيه كله ما يعجبنيش لكن ما نجمش نقول مش متربي نقول عليه الجو نتاعو لو بلاسفيم. انا مثلا ما نحبش بلاسفيم كفر اي كفر مثلا انا سوسيل انا لو بلاسفيم عادي انا يا عيب اي انا يا ارتست في تونس صافي خلينا من تونس نحكي لك انا بوكو دارتيست تيكون يطلع قدام الجمهور يضحكوا بلا سفين من اللي يقدموا به قضيه ليك المحقق لو دووا بلا سفين. انا بس مو ما نشجعش على البلاسفيم وما يعجبنيش او عمري ما نقول على فنان مبني بمغربكو مش متربي مش سي با ما تاس دو تي اما جاتك ملاحقه في بنانا على بعض قلت بيان سور جوني نحكي انا نحكي على نحكي على ريليجيون على ريليجيون اذا عملت نحكي تاعنا على الجو هذيك نحكي على نحكي على تخوا ريليجيون ثم حتى فرانسيس ما عجبهمش مي كاهو كاهو جوست ما عجبهمش فماش قضايا على الفيديو على الفيديو على الفيديو اللي خرجوا خاطر عندي دي فيديو كي كارتون دو كبير هذوك هما اللي تحكي على الكنيسيه كيفاش هذيك فماش قضايا ايش تعطي رايو اليوم ما عجبتوش تعطي رايو ما عجبتوش حقه قول سي با مارون ولا جو تروف كو سا انا حق ولا كو ساكري جيزو سا ستوش با ولا شنو واحد
مش ما معناها جيسو قلب ولقليل اليهود ما قالوش انتسيميتيزم فما حتى عرم بتواسة قلب كبس حكيت على جسمه خاطر نحن نعتبر عيسى سيدنا عيسى رسول من الرسول متاعنا لكن أنا من قط سيدنا عيسى قط كيفاش هم ملبسين كيفاش هم ملبسينه في الإنجليز معارية نكي عجبتهم من قط لغة معناها هم كربيتهم تمثيلهم لل لي فهم برشا قلقتهم سي نورمال جي انت في الكولتور نتاعو في المعتقد نتاعو تقول له سيدنا عيسى ما يجيش علينا كيكا ولابس كالسون ما تخافش انه تخسر بيه جمهور هذيك؟ لا ما يهمنيش يا ماكس ما يهمنيش على خاطر قلت لك مانيش نلحس الجمهور باش نربح ولا نخسر انت مقتنع بها مقتنع بها وعندها جمهور قدر فيه الجمهور وعندها جمهور مانيش حتى في فرنسا مانيش في نربح الجمهور الكل لكن هنا حد الكريتيك ماكس قضية ما تخافش على الفرمت في الجسدية ولا الحاجة ماش عليكس ولا بوليس يزد ياسر بعيد باش توصل لك وصلت مش موصلت في فرنسا وصلت ايه معني اردونية معني اردونية وما دخلوا في لعبة كبيرة هو اللي جول هو اللي جويث ما دي جويث ان بو فاناتيك وصلوا انو ضربوه ومنعوه هذيك لعبة قضية أخرى مانيش فيها فهمت نجي با لو تانون دو ديدوني ني لي بريتونسيون دو ديدوني طب نو عندي جوي عندي درشة وعندي مشاريعي وعندي الخيوط اللي نحب نلبسها جو في توجور بوردر لاين راهو معناها خدمتي في تونس وهنا توجور بوردر لاين راهو معناها تقلق فرنساوي كي يتفرج فيا مثلو الخيوط مثل الخيوط نتاع حاجات مثلا كيما نقول لهم باغ اكزومبل عندي سكتش من بعد هذيك شي فرنساوي نقول لهم في السكتش نتاعي شو سكتش كارتون سور لي ريزو سوسيو دونك جو بارل دو جيزو مي دون سور ان كوا شكا ان فرونسي خرج عن كاتوليك جو كوا ان بلون لي تي بار ويز مي ديت تا با لي دوفر دو بارلي جيزو كوم سا تو موكيف جو مور باس اون كونستاتاسيون لي لي ديت دون ما كولتور اي دون ما ريليجيون جيزو اي فينيري اون ادور C'est notre Jésus. C'est notre Jésus. C'est pas un côté, non. C'est notre Jésus. Pas trop, je vais te dire une vérité qui va te déstabiliser. C'est pas votre Jésus. Il n'est pas gaulois, il n'a jamais mis les pays ici, c'est même pas que le français existe. Il a vécu avec nous au désert là-bas, avec des chameaux et des boulogues. C'est un bléda. On n'a rien dit pour Zidane, mais pour Jésus. Tu vois. Il n'est pas sauvé, hein, Francis. Amen. Tu vois, c'est malade. هو انكونسيامون جيزو نتاعو كيوري كيف وابيض تحب تفك هو وانت تقول له راهو الواقع جيزو مش من عندك راهو من الجزيره العربيه جاي اصله نتاعنا وما يعرفش ميم با كو لا فرونس اكزيست إلي با غولوا وعروبي المفاهيم نتاعو الكل تبعت راه تي مومون دو سيلونس يعجبني برشا المومون دو جين نلعب عليه بعد فما ضحكه بعدها فما جوحك على خاطر في الفوسافوار ديزامورسي مش جيش تم غريني وسبكتاكل متاعك وتراو كيما كي نقول لهم شو رانتري و لوبر يا بك لو تريك يا بك كو دو تروك تو دولار افريكان با تقول لهم سيد فان ني با اوف اوف معناها سبايرا باش مش لك باسكو لي جينونت يا فهمني وانا اكسبري لازمني نبربشو في المعتقدات نتاعو نمثلو بلايص ما فتحت مواهب كنت هنا با سي لو بيت سي لو بيت اللي مثلا ما جابش تقولوا في تونس وما جابش تخرجوا في مجتمع ما يخليكش تخرج او تلقى حدود الله كل مجتمع عنده اللي نتاعو حتى هنا فما حاجات ما جابش تخرج لكن انا اللي ما قلتوش عادي قاعد نقول في هنا سام في ان بيا انورم يا او ميم تو زيد حتى حاجات كيما هكاك ما ضحكش تويس الثوب لا ماكش اي ما تنجمش انت تو كي تعرف مجتمع اذا كان تعرف مجتمع قبل ما تجي تفضلك ما اي ولا حاجه ما تضحكوش علاش تعملوا فيها ولا ما اني با في نفس الاسبري في الحكايه وي كي حاجه ما تضحكوش ماشي في الكود بتاعو علاش تعملوا فيها وانا عملها بطريقه اخرى وي انا عندي سؤال في الاخر اللي انا نختم بيه نسال نانفيتي هو شكو مش جو سري توجور اون كيستيون كي باس بوزي انا سؤال من يطرحه نفسه وي يا لطفي عبد اللي هو سؤال يطرحه نفسه والله انا عرفت اقسم بالله زي لو بيت
إذا فهمتني سي نعم معناها أنت ديما تو إي أون بيربيتويل كيستيونمون علاش خبت وما مركز نوصل أنا نعمل إجابة سي كو جي مي أن بلافون موا في الموضوع تسكر تسكر مازلت ماكش للتوا معناها ماكش فاهم مش فاهم مش عارف روحي أما أنا شكون سي با موا دو لوتيان أنت موا تان ديفينيسيون على روحك فما أنت سخان روحك فما كيفاش لعبت ترافيك وفما أنت شتسوى Qu'est-ce que tu maîtrises dans tout ça? Qu'est-ce que tu maîtrises? Il y a le soi, ce que les gens voient et ce que tu crois être. Et donc, ils ont tellement fait par exemple. Mais je suis tous là que le haja avec eux. Au lieu où elle est née, n'a-t-il que j'ai pas. Je suis retourné, j'ai voulu nous te battre. On dit le haja fi hayati. N'a fi tawa tawa. Mais n'a-t-il que je suis en... Je me plafonne pas. Mais n'a-t-il que je suis roi et houdoud. Mais n'a-t-il que je suis roi. La preuve. Définition. Quand tu cherches, je passe. Je suis... أنا مشروع. مازلت مشروع. مشروع. إيه تقعد une liberté énorme مع روحك. une jeunesse qui n'est plus liée à ton âge. ما عادش تقيسها بالعمر تقيسها بإنك. بالعمر. ton envie de t'avancer, ton envie de connaître ta curiosité sur le monde قاعد يصير. وطلب العلم من ماتي إلى اللحظة. أنا ما تنساش الحكاية. أنا شكون؟ أنت كيفاش ترى فيه مش كيما يرى فيه هو مش كيما يرى في روحي أنا ومش كيما يرى روحي أنا اليوم صفق عليه الجمهور فرحان ولا كيما يرى روحي كي تغزل لي بنتي كيفاش تغزل لي بنتي كيسكو شفي أسيزيو كيسكو المهم يتحس عليك لا ولدي ولدي مين بنتي سي اللي تخيز أموروز دو موا ولدي يحبني ويحبني بنتي عن جو سون كان روكار تخيز ما نصورش عبد يحبني أكثر من بنتي ولدي تصورش نحب روحي عبيت أكثر من بنتي ولد قلتها لمرتي وعائلت سي بون دونك حتى حد ما تغش بور مون فيس جو سوي سوبر مان ممكن خير من سوبر مان تقول له شكون يقول لك بابا أقوى من سبايدر مان وأقوى من سوبر مان نعطيهم تريحة في مخه هما في الدنيا هما يعطيوني تريحة فهمتني بور ما في جو سوي لوم لو بلو بارفي ليكزومبل دو لوم بارفي de l'amour de sa vie et moi n'aime peut-être même le switch chez des quelqu'un. Le plus malin quand tu t'envoies sur un jeu, tu as qui m'a et on peut le canter ici ou faire une autre. Femme, ouais, dire chez un chari à toi. Mais les hommes blancs. Je connais pas. Je ne sais pas. Tu as pas de chez un frère ça. Il couvre un frère ça. Voilà. Ou femme, je connais pas dire fin à toi. Mal barnames ou mal la sarta ou mal ouais, dire chez nous. Donc, elle me définir non. Il n'y a pas une seule définition. Bah, plusieurs. Merci, Lier Belt, encore une fois. Merci. Voilà, merci. Oups, t'as fait le lèvre. Noisy le sec. Noisy le sec. Merci l'association Blue Swing Kenmanishman. Blue the Swing. Voilà. Blue Swing. C'est que j'ai écouté le nez. J'ai écouté le nez. Blue Swing. Blue Swing. Mais dis-moi. Merci l'association. Je suis un peu plus grand. Blue speaks box the bay of blue sweet blood me when also speak the sweet sweet hey I'm sit merci Mehdi Benjoui le cousin يا هو وفرنا الاسباس بقى وي اي تعالى مرات فريد مشان جمهورك وين بتشاي نلعب بيا انا وانا امنيتي نرجع لتونس نلعب في ظروف فتح لي انا والجمهور سون ليميت عرفتك سون ليميت بغيك الحسابات الزايده من غير تحس هكا فما سبيكتر نتاع غراب كاين من هنا وطبع من غادي وواحد كلب جيعان من غادي دون لامور دون لا جوا دون بون واحد يبدا عايش من اخرى ماشي دون لا جوا دون بون هيومان وي مو تنقص تسكرتو باش نضحك انا جيت باش نضحكو لاني انا نرعج ودوا باش ما واش يصير لا نقول توا كراوه باش تدور لي من هنا ولا الرئيس باش يعدي وتصور الرئيس رئيس تاع بلاد لهب ايه مثلا نهبين انا باش نقول شي سين إيه ما صارت مع باسم يوسف ذكر وقت باسم يوسف عنده في ليميسيون في مصر في العرب حتى الاول ايه بدل دات نتاع خطاب على خاطر هاف يوسف كي علي باسم قابلته هنا حكيت معاه كي باسم صدقني متنوب ان دي بلو كرون ستاند ابر من جون دو 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 لا دو دو لاميريك لاميريك او لو موند انجلوفون تورني فات قابلت باسم قال لي كلمه ما نسيتهاش قابلنا في نابولو عمي هو يلعب بالانجليزي وانا نلعب بالفرنسي داكور اوني بيان وي تو زاد كيف كيف لا سويتشي دو لونغ هرب زاد هرب ويتي بيرسيكوتي
باسم جاء باسني وعنقني قال لي لطفي على خطر باسم وقت كان مذيع أول برنامج عنده في المصر جاني لتونس عدى معايا ثلاثة أيام عمل عليا واحدة كاملة جاني لداري في المدينة قعد معايا الغاية الأولى قعد معايا ثلاثة أيام ودخل معايا الكارتاج تعرفش قال لي كي مشى لأمريكا يقولون ما كانش يعمل في ستاند أب قال لي أول ستاند أب شفته في حياتي أنت إيماجين باسم يوسف يجي يقول لك أول ستاند أب عملته في حياتي شفت عبد وسيليبر عربي كيف يتكلم في كلام حتى عربي ما قاله في العالم العربي التابو من غنوة ريت الكلام يقول فينا ناس يوزيان حطوا خايب حطوا أخلاقي قال لي أخلاقي حطوا بونيتك حطوا وين أنت ومخك وين هز حتى عربي التابو وغدوة ما يجرى يتكلم سياسية تابو سيكسيونيتي اللي تحب أنت غوليجيزمو حتى حد ما مس لليميت ولي تابو أدكم لليوم والغدوة في العالم العربي أي ديجا ما تنش تقول كانك أنت تونسي ساعة في تونس في بلاد أخرى عربية بتحدى أي بلاد عربية يطلع فنان يقول لي خلطو أنا يتذبح هو والجمهور بتاعه حتى أوكين زيغو ليبرتي وفي تونس لتو حتى واحد ما يقول وحتى واحد ما بش يقول بيرسون نا ليكوي ني لانتليجونس أوسي ني ريوغ دو دير دي شوز أوسي لورد أوسي aussi blessante aussi accablée ou il a hacké حتى حد c'est bien dommage مش دوماج انا غالب انا بالعكس خلينا نقول فيها خاطر مياس الفخور اللي انا زعما مش نقول فيها زعما احسن واحد كان شوف فما ناس تعمل كيفي الدنيا مش هك راهو سيئة تتعدى تتعدى تتقبل تولي حاجه عاديه ويقولوا سيء وكرت في يقولوا فلان يقول وفلان يقول فلان يقول لغين كما هما هكا مثلا أودغوز عائلي عائلي وما عليهم ولاو يحشوا فيه أكثر ولاو يقولوا نحن رانا عائلي كي أنا كنت في تونس كيش اسمك تاكد عربة بعد نحب سمير قاسيخ سمحني على الكلمة والله سمحني سمير يطلب فنان تونسي نسمع فر في رجو يشوا تفرجوا في المسرحية بتاعي نلعب 28 أود في مسرح درشنوة مسرحية عائلية سمح لي على الكلام تلم بالخضر عرفتك قلوا انتي تبيع على حسين زينا معناها هكا نكلمهم رب قالوا سوف تسمع فيش نحوالك يعطيك ساحة انتي تبيع على حسين معناها انتي عائلي لواجز يكبوا معك العبيد عائلي معناها عائلي معناها فما اسباس يقعدوا فيه فامي وفما فروشيات فما صغار مين ترقد معناها انتي تبيع اللي انتي لك توقع تقولوا براني مانيش كبيع كما لطفي هو يمشي يتفرج فيها بعد كمان عريت عائلي وبيع عرض وبيع في الاخر وطحن للببليك ويمشي يتفرجوا فيه يجي يتفرجوا فيه لا هو لا فات سي با لا بون فورميل ليه معناه هو عائلي والله كان جا عائلي بالحق وهو خدمها كيك انا فهمها اما هو عائلي بارابور مش ارجيمون دو ماركتينغ ارجيمون دو ماركتينغ بارابور لي انا اني محطوط لو مارجينال دو بي كالخرا هذاك القبيح رانا مانيش كيفو يجي يتفرج وين انت معناها تبيع خاطر فما خلل عندي انا تحب تبيع مين معناها ما تسوى شيء انت كي باش تبيع بالخلل نتاعي ماكش تبيع بخدمتك مش خدمتك تجيب لك في العباد انا نوصل في الفيديو نتاعي نقول بربي المتروبين ما تجيونيش اغزر وين انا وين انت بربي كل العائلات والمتروبين ما تجيونيش ولليوم اللي جايني لباريس واللي جاي يتفرج فيها بالعربي ولا بالفرنسي كانوا متروبين وكانوا عائل كانوا يتقلق وكانوا يتقلق بجاه ربي لا تجيني ترتاح انت ونرتاح انا ما عندناش ما نحكيه وما عندناش ما نتقاسم باش تتقلق باش تخواترك تدور خاطر ماكش قابل للكلام اللي نقوله وماكش حاضر وانا باش تعدي لي الموفيز انرجي في الصال وين بتقسم بعد انك وش تساروا باش مرات برشا ويقول لك يا لطفي شنو هو ترسي انت تجاوب وهذا اول الاخر ما توفيش الحكايه هذيك ولا كنت نطلبهم صحابي راهو بضحكوا لعب راهو مش معناه كاش نتفش نحبهم خاطر قول له اسمع انت قاعد تبيع توا عائل كلهم ارجع في جوات نتاعهم كل فمش واحد ما قدرش عاقل ولا تتحط حتى في البيب حتى في الافيش في الافيش عائلي امشي تانا توا ما عادش يقولوا عائل ليه ولا بقى وزي شكون يقول عائل زين زين وانا بوش يعزلوا لحبي ويك خايفين لا نرجع ولا عايز تخافوا شي ثمان ريح ومرجع وين ممكن اللي قالك لطفي كان مسكر علينا الباب ما خدمناش من هارس يا وينهم ما نعرف لطفي ما خلناش نخدمه مسكر علينا
محمد بيدينا الاكثرين نحسها اللي زاف ما ينيبي باش تي ما ولو مدينا لطفاء انا باش نابط ينحي في نوقفوا في الانجليزي قول لهم ما تاخذوش مثلا فهمت انا ما عادش انا ما عادش فما في ما يحب ماشي وي انا خاطر خليت فراغ فما بالعكس كنت موجود كانوا يخدموا شوي وي أمور أي تو ما نعرفش ولا خاطر هو عابد مشي عمل كيف يولي يقول لي خلينا نمشي جمعة بعد جمعتين فرش فيه غيره غيره خاطر عمل كيف أما يمشي مسرحية يعيش شوية بسلطية ولا يعدي فيها بالسيف ما عادش يرجع قول له وين مالشو قول لك نعم بول نهار اللي شفت شي وين مالشو ميرسي لطفي بالحق ولا عملت جو إن شاء الله تزيد عملت جو صافا ترونكي نورمال bonne chance pour la suite et pour la route توا. أي والله اليوم جبتها توا وليتي كبروا راهو. أي يلا سامي ميرسي أ توي ميرسي بور سيت ليبرتي سيت الجرأة نتاعك زادة وأنت زادة فو لو فيغ. Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد.